الجلسة الثانية ضمن برنامج التدريب المهني للتعليم الإلكتروني لإعداد المدربين. المقام بشراكة ما بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان ومنظمة آيركس بدعم من قسم العلاقات العامة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا مره ثانيه على حضوركم وعلى اهتمامكم وعلى جميع مشاركاتكم. نتمنى لكم الموفقيه والسداد في هذا المشوار. البرنامج اخوان على عجاله، مثل ما لاحظتوا حضراتكم بالسيشن الماضي، يهدف هذا البرنامج الى دعم اعضاء الهيئه التدريسيه في دمج التعليم الالكتروني على نطاق واسع في الحرم الجامعي للجامعات العراقيه. يفترض أن يتيح هذا التدريب للهيئات التدريسية اكتساب مفاهيم وطرق التعليم الإلكتروني وإنشاء محتوى إلكتروني، وأيضا القيام بتنفيذ أساليب واستراتيجيات تعليمية فعالة عبر الإنترنت، وتصميم من خلال تصميم أيضا الدورات التدريبية. نتمنى أنه تتمكن الهيئة التدريسية لاحقا ان شاء الله بعد هذه الدوره تتمكن من تطوير فهم افضل للتعليم الالكتروني في سياق نظام التعليم العالي في العراق. ايضا تطلع على البرامج التقنيه اللي لها ذات الصله بالتعلم عبر الانترنت وتطبيق المعرفه والمهارات المكتسبه من خلال تصميم دوره التعلم الالكتروني الخاص بموادهم التدريسيه لهذا العام. اليوم محاضرتنا راح يقودها زميلنا الدكتور عامر الأمير، أعتقد هو غني عن التعريف، كثير من حضراتكم كان ولا زال على تماس مباشر معه من خلال إقامة العديد من الدورات وأيضا قيادة العديد من المبادرات. راح تكون هذه المحاضرة، وأتوقع أنه راح تكون يعني ممتعة وشيقة، حول إطار يعني راح يقدم بإطار مفهوم التصميم إطار مفهوم التصميم في التعلم الإلكتروني. قبل أن أترك المنصة لزميلنا وعزيزنا الدكتور عامر، أحب أشكر جميع الحضور، أولا المشاركين، أشكر المنسقين اللي ما قصروا خلال اليومين الماضي بالمتابعة، ممنونين جدا من جهودهم. أشكر الإخوان الداعمين في وزارة التعليم العالي على رأسهم الدكتور فؤاد قاسم، وأيضا الإخوان بدائرة البحث والتطوير. أيضا أشكر الزملاء المدربين، دكتور عامر الأمير، دكتور مازن الحكيم، دكتور عدي، وأيضا دكتور محمود وآخرين، وأيضا الأخوان الداعمين من الخلف، أخواننا زملائنا في قسم العلاقات العامة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية. ما أطلع عليكم، أترك المنصة لزميلي دكتور عامر، وأتمنى لكم إن شاء الله رفقة ممتعة ومعلومات مفيدة، وتحياتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا دكتور استاذ عمار. السلام عليكم اساتذتي الكرام الافاضل، اسال الله ان يكون الجميع بخير وصحه وعافيه وسلامه، وقبل الله صيامكم قيامكم صالح العبادات. بالبدايه احب اشكر وزاره التعليم العالي ووزاره التعليم العالي في اقليم كردستان ومنظمه آيركس وقسم العلاقات العامه في سفاره الولايات المتحده الامريكيه على اتاحه لنا هاي الفرصه للتدريب اساتذتنا وزملائنا التدريسيين في الجامعات العراقيه بالاتجاه لتحقيق هدف اكبر واشمل، هو ان نقدم تعليم اكثر فعاليه واكثر جوده، ونستطيع جميعا ان نواجه الظروف او الظرف العام اللي مر علينا بسبب جائحه الكورونا وما بعد الكورونا. الجميع يعلم تمام العلم انه وزاره التعليم العالي يوم 4 نيسان اخططت لها منهاج ان يكون التعليم الالكتروني دائمي واساسي ومفصل اساسي في تقييم عمليه التعليم والتدريسيين والمؤسسات التعليميه. قبل ان اتحدث لحضراتكم، انا احب اعرف بنفسي، انا عامر سليم الامير، اكيد الكثير يعرفوني، دكتوراه في علوم الحاسبات. اليوم يعني قبل ايام كملت 33 سنه او اكثر لربما في التعليم الالكتروني، من سنة 1987 من منطلق التعليم الإلكتروني وتنفيذ برامجيات التعليم الإلكتروني. عندي خبرة واسعة بالموضوع الحمد لله والشكر،
وعندي أكثر من 70 بحث علمي في هذا الموضوع، وأنا اختصاصي علوم حاسبات، بوابات إنترنت، واختصاص بوابات الإنترنت، بوابات التعليم الإلكتروني e-learning portals gates. نفذ السابق عندي تجربة هي تنفيذ المرض أمدح بنفسي يعني حقيقة، بس حب لأنه لازم أعرفهم منه أني. نفذ السابق شبكة الحماية الاجتماعية بالعراق، ونفذت أول مساق تعليم إلكتروني بالعراق، وأول منصة موارد تعليم إلكتروني، ورشحت مرتين مرة جائزة اليونسكو، راشد اليونسكو سنة 2015، وكذلك إلى جائزة يدنى عالمية سنة 2017. شكرا جزيلا، ما أطول أكثر، بس أريد أبدي وياكم من البداية. محاضرتنا هذا اليوم هي مفهوم التعليم الإلكتروني وتصميم بيئة التعليم الإلكتروني وعناصرها. دكتورة لوري بالمحاضرة السابقة أبدعت في عملية تدريب حضراتكم وأعطاكم المعلومات الكاملة والشاملة والكافية عن التعليم الإلكتروني. أعطتكم إياه ككونسبت. إحنا حالياً اليوم كونسبتنا اليوم هو كمنظومة، هل التعليم الإلكتروني وبيئة التعليم الإلكتروني، how to build how يعني كيف تبني منظومة التعليم الإلكتروني. إحنا ما نتعامل فقط تعليم إلكتروني، كذلك حنتطرق إلى موضوع حتى نبني هاي المنظومة، حنتطرق إلى موضوع خان للتعليم الإلكتروني، وبعد نكمل خان التعليم الإلكتروني حنطلق مرة أخرى كيف تعمل وزارة التعليم العالي في ظل ظروف جائحة الكورونا، واللي هي حقيقة الاعتماد التعليم الإلكتروني بالتربية وبالتعليم، وطبعاً بالتأكيد هي مبادئ التصميم التعليمي للتعليم الإلكتروني. كذلك حنعطيكم بعض النصائح في طريقة إعداد الدرس التعليمي الافتراضي من مواصفات الدرس التعليمي الإلكتروني الناجح. هاي الجنرال كونسبت مع المحاضرة اليوم. حتى أكون واضح من البداية، إحنا حنوجه ثلاث أسئلة، ثلاث homeworks لكم خلال المحاضرة، ثلاث homeworks حتكون خلال المحاضرة. homework هو قراءة، وhomework واحد هو واجب تعدو، homework الثالث هو بطريقة البحث والاستقصاء. إحنا إذا نبقى نسوي لب 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 نعطيكم معلومات بدون أن يكون عندنا فيدباك، ما حنكون ناجحين في عملية شرح الدرس وإلى آخر. أبدأ بالمحاضرة مع اليوم وأسأل سؤال مهم. هو هذا السؤال، أنا حبدي اليوم بسؤال قبل أن أبدي المحاضرة، حسأل سؤال حتى أسوي عصف ذهني عند حضراتكم، هل هو تعليم إلكتروني أم تعلم إلكتروني؟ هذا السؤال أتمنى أنه يجيبون عليه وتكتبون عليه بنهاية المحاضرة مع حضراتكم. هل أكرر السؤال، هل هو تعليم إلكتروني أم تعلم إلكتروني؟ ملاحظين إذا تلاحظون بالأسفل الإجابة بالعربي مدعمة بالمصادر والمراجع، من تكتب لنا وتعطينا الموضوع تعطينا مين جبت الكلام، هل هو التعليم الإلكتروني فتسنده أو هو التعلم الإلكتروني فتسنده لنا. حابدي من هاي النقطة. طبعاً أنا هسه حتى قبل الكلام هو أنا حشرح الموضوع وحجاوب عليه وحشرحه أيضاً، وأيضاً حتى أستاذ عمار قبل بدي يقدم الموضوع هو قال الكلمة صحيح، هل تعليم الإلكتروني أم تعلم، هو ذكر الموضوع حجاب كلام سلام سلام صحيح، بس إحنا حتى شنو، حتى يصير عندنا فهم، حتى يصير عندنا بلايند ديستورشن، حتى يصير عندنا عصف ذهني، حتى نقدر نعرف الموضوع. ننطلق للموضوع الثاني، ما هو التعلم الإلكتروني؟ أرجع ما التعليم الإلكتروني، طبعا ده أكتب مرة التعليم الإلكتروني مرة أكتب التعلم الإلكتروني حتى ما أضيعكم الجواب، حتى أكتب أحسن. هل هو برنامج ونطبقه؟ هل هو برنامج نجيبه ونستخدمه ونطبق عليه كليك كليك ونسوي بتعليم إلكتروني وانتهت؟ هل هذا تعليم إلكتروني؟ له منظومة، وهو منظومة تشمل كل عمل، كل مفاصل عمل في التعليم في المؤسسة التعليمية. سؤال كبير، أول ما طلع لكم تعليم الإلكتروني بالبدايات نهاية الثمانينات، طبعاً أنا أذكر هنا مهمة جداً إنه التكنولوجيا 87 سنة 88 انطلقت بالتعليم الإلكتروني، وانطلقت وراها الهيئة العراقية لحاسبات التعليم حاسبات المعلوماتية، كان اسمها المركز القومي. عندنا تجارب سابقة بالتعليم الإلكتروني وتجارب غنية وتجارب وصلت إلى نتائج متقدمة جدا، بس الظرف اللي مر علينا من التسعين وإلى آخره سبب أنه عندنا هذا الموضوع، عندنا انقطاع. فنرجع ونسأل، هل هو منظومة؟ إحنا نتكلم هسه بال2020 التعليم الإلكتروني زامن موضوع أكثر من أنا دحت 30 سنة وقبل 40 يعني 45 تقريبا. أصلا التعليم الإلكتروني بعض المحدثين والمفسرين يعتبرون حتى استخدام التلفزيون والتعليم الإلكتروني، وتدرون هسه بهالوقت التلفزيون منظومات التلفزيون HDI تستقبل الإنترنت وتستقبل إشارة. لذلك هذا سؤال كبير جدا، هل هو برنامج مطبقة فقط؟ لو برنامج مطبقة ضمن منظومة بالتأكيد الجواب هو شنو، هو عبارة عن منظومة من كل مفاصل عمل في التعليم في المؤسسة التعليمية. ما ممكن أنا أترك جانب وأعوف جانب حتى أطبق تعليم إلكتروني. هذا الكونسبت يجب أن نفهمه. عملية إحنا طبعاً الحمد لله والشكر
أتلتنا الكرام الأفاضل بسبب ظروف الجائحة انطلقوا انطلاقة بديعة، والكل بدأت تستخدم جوجل، قسم قدم بدأت تستخدم المودل، قسم قد تستخدم إلى آخر، على الدحش على التجارب الجامعات اللي ما كان عندها تجارب، انطلقوا كلهم وانطلقوا انطلاقة حلوة، وكل من نفذ وقسم من عندهم نفذ، خلينا نقول نفذ بما 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 هو ما هو معلومات عنده، بما هو ما 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 امتلك من معلومات، ما من درس من قرأ وكمل. بس احنا شنو نبني بناء صحيح. فلذلك التعليم الإلكتروني هو عبارة عن منظومة، ومنظومة في نظام، ويجب أن تعمل فيه. ما ممكن أي واحدة من ذلك تخرج عن الخط يصير عندي خلل. على سبيل المثال هسه واحد يسألني، أنا أقول له استحنا الوزارة اقترحت أن الاتصال وتواصل، من نوصل الاتصال والتواصل على بعض المؤسسات اقترحت تسأل نسوي اختبارات، من نسوي اختبارات النظام العام هنا شي يقول لك لا نسوي اختبارات، نسوي اختبارات لأغراض التقييم. لذلك أكون نظام يحكم الموضوع، ما هي عملية إنه أنا فقط أطبق تعليم إلكتروني، وما هو التعليم الإلكتروني اللي حطبقه أو شكله أو طريقته أو وسيلته. لذلك إحنا اليوم محاضرتنا بعد أن شب دكتورة لوري كملت الموضوع بالمحاضرة الأولى وشب أشبعتنا خلينا نقول بالمعلومات الغنية والقيمة في مفهوم التعليم الإلكتروني وكيف يعمل التعليم الإلكتروني وما هو الدور التعليم الإلكتروني. بس إحنا لنرجع هنا إيش نسوي؟ نعلمكم على على صناعة المنظومة، منظومة التعليم الإلكتروني. لأن الوزارة رجعت وقالت كرر، هو التوجه بالعالم كله مو بس بالعراق أن تكون التعليم الإلكتروني دائمي. نعم احنا هسه نبديه، بس اكو مثل يقول الوصول متاخرا خيرا من عدم الوصول. لذلك احنا يجب ان نصمم تعليمنا الالكتروني يكون تصميمه بيئه تعليميه صحيحه. هاي البيئه التعليميه شلون نبنيها؟ ما هو الطريقه الها؟ كيف نبنيها؟ طبعا لي قدام هو التعليم الالكتروني شنو وضحت الدكتوره لوريده، هو هنا هذا يقول المتعلمين يستخدمون كمبيوتر، يستخدمون سمارت فون، يستخدمون تابلت، يستخدمون الانترنت، ممكن ايضا يستخدمون الاوفلاين، ممكن انطيهم البرامج التعليميه الالكترونيه. اذا هنا صار عندي اكثر من طريق صار الماده العلميه. اذا عندي صار لازم شنو؟ لازم اكو طالب حيتعلم بالتعليم الانترنت، هذا سميه سنكت، واكو طالب ما حيتعلم بالتعليم اسميه انسنكرونايز. اذا انا شلون هاي البيئه كلها اتحكم بيها؟ هل هذا يكون احتواطية عشوائية؟ نعرف كل الزيان احنا اذا صار خلل في عملية تطبيق من جزء من الاجزاء ايش حيصير؟ حيصير الباقي للتعليم، ما بيها اي نقاش. التعليم هو تعامل مع بشر، ما بيه مجال للغلط. يجب ان يكون محكوم، يجب ان يكون محكوم بالجوانب التربوية دقيقة جدا. اكد مرة اخرى، هو احنا يعني واحد من اهم اسباب نجاحنا في تطبيق اعتماد التعليم الإلكتروني أن ننجح في اعتماد التعليم الإلكتروني وفق الأسس العلمية الصحيحة. إذا إحنا بلاي البيداغوجيز أو بلاي الجانب التربوي أو أهملناها للجوانب التربوية، بالنتيجة إحنا إيش حنوصل؟ حنوصل إلى إنه ده نسويه هو عبارة عن wasting time، عبارة عن ضياع بالوقت. لا حيعرف التعلم، لا حدا يحدث الطالب حيتعلم، لا المدرس حينجح في إيصال المادة، حيصير إرباك بالعملية. إحنا في غنى عنه. ليش ما نبني منظومتنا من البداية بناء صحيح، طريقة صحيحة، فهم التعليم الإلكتروني. دكتورة لوري وضحت ما هو التعليم الإلكتروني، إحنا اليوم حنوضح لكم حضراتكم ما هو مفهوم بيئة التعليم الإلكتروني. ما هي مفهوم بيئة التعليم الإلكتروني؟ هذا مهم جدا، أترك لحضراتكم ونستمر بمحاضرتنا. ذي قدام لازم نعرف ما هو التعليم الإلكتروني. التعليم الإلكتروني عملية مسيطر عليها بالتعليم، عملية دايناميك، مو عملية شنية ستاتيك، عملية مستقرة. ده تلاحظون هنا ايش كاتب نان لينير. ليش؟ لأنه يعني عندي أكثر من طالب، أكو طالب يتعلم مرة، أكو طالب يعيد القراءة، أكو طالب يحتاج أنه أستخدم أكثر من مصدر. لذلك أنا هذه كلها شنو لازم أحسبها؟ أحسبها وأحط شنو مالتي شانل، ذلك انفورمال، طبيعة مو طبيعية. هذه كلش مهمة. وصلتني ملاحظة يقول على كيفك. أنا والله غير منفعل إذا أقدم لكم على كل أعتذر جدا. فلذلك أنا يعني هذا الموضوع إنه التعليم الإلكتروني هي عملية دينامية، عملية التعليم الإلكتروني دينامية. سواء واحد يسألني سؤال كبير جدا ويقول لي لعد أنت بهالحالة التعليم بالصف التقليدي هل هو تعليم ستاتيك؟ أقول له لا عزيزي، المفاهيم أيام زمان كان نعم التعليم، أيام التعليم الصف التقليدي أو الفيس تو فيس مثل ما يسموه بالعالم كان نعم ستاتيك، لكن مع حدوث وسائل التعلم، يعني مدرس هسه على سبيل المثال يدرس بصف تقليدي بس عنده صبورة ذكية، هذا هنا صار دايناميك. لذلك عملية التعليم بصورة عالم بالعالم كله هي حاليا صارت شنو؟ صارت هي عملية دايناميكية وليس عملية شنية
عملية ستاتيك، يجب أن نفهمها، يجب أن يكون أكو قبل كل هذا الشيء أنه أكو نقطة مهمة جدا، أنه الطالب تغير، طبيعة المتعلم تغيرت، بالإضافة أنه إحنا المواد التعليمية أو البلاتفورم اللي نستخدمها لتعليم الطالب شنو هي، تكون مستقلة، لها طريعة، لها استندرات. فلذلك هاي قدامكم مجموعة من خصائص التعليم الإلكتروني فيما يخص شنو، يخص البيئة. أنا أرجع أقول أنا مدى أشرح موضوع التعليم الإلكتروني، الدكتورة لورا شرحتها، أنا أشرح للبيئة. أبنقيت ما هو التعليم؟ التعليم الإلكتروني is not، هو ليس هو شنو، هو ليس بيئة يعني استاتيك. بس قبلها أكو نقطة مهمة اللي هي بالأعلى، التعليم الإلكتروني ليس تحت سيطرة الموجه أو المعلم. نقطة كلش كبيرة وأقف بيها، نقطة اللي يقول إقبالي هاي قدامكم، هو is not linear، هو غير linear، هو form يعني not formal، not standard، not single channel، إنما channels متعددة. ولذلك إنه أنا لازم أنتبه إنه ذني كلهم من التعليم الإلكتروني، هذني كلهن هو ليس. قلتكم ما هو التعليم الإلكتروني بالبيئة، وقلتكم هسه حاليا شنو is not. بس أوقف نقطة مهمة وأوقف بها طويلا، هو e-learning is not instructor controlled. هذا مفهوم جديد نتوقف به طويلا، إذا هو العدم تحت سيطرة الانستركتر أو الموجه، العدم تحت سيطرة منه، تحت سيطرة منه، إذن لازم أعرف كل زين تحت سيطرة منه، أفهم الموضوع بشكل صحيح وأفهم وين رايح أني، كيف يكون التعليم الإلكتروني. المفاهيم الحديثة بالتعليم الإلكتروني، أنا طبعاً هاي أكو سلايد أنا قدمته هنا، أرجع إذا سمحتوا لي، بس لحظة صار عندي خطأ بيه، لحظة بس صار عندي خطأ، مرة ما أخذ مني وعمار أخوالي دقيت السيستم. التعليم الإلكتروني بالمفاهيم الحديثة الكور مالته هو الطالب. سابقاً بالمفاهيم الحديثة كان الكور مالته هو المعلم أو المدرس أو الانستركتر. هسه حالياً بالمفاهيم الجديدة الطالب هو محور العملية التعليمية. أنا سألت بالبداية تعليم له تعلم، منو اللي يتعلم؟ من اللي يصير عنده التعلم؟ اذا هذا اجابه للسؤال. اذا احنا نقول نجي هنا ونقول سؤال مهم، هل التعليم هو تحت سيطره المتعلم؟ لا، التعليم الالكتروني هو يكون الكور بي من هو الطالب وليس المدرس. المدرس يكون دوره ارشادي وتوجيهي فقط. ولذلك اكو طريقه بنتعرق التعلم الالكتروني، هي شو نسميها التوتوريال، والطريقه اكو انواع متعدده من طرق التعليم الالكتروني، هي طريقه التعليم الالكتروني بالارشاديه، اللي هي شنو يكون بها الانستركتر، هو يكون بها عمليه شنو، عمليه المسيطر على عمليه التعلم. في عمليه التعليم الالكتروني بالمفاهيم الحديثه بالتوجهات الحديثه التربويه والتعليميه، خصوصا بعد ثورة الهواتف النقالة، ومن ثم بعد ثورة الهواتف النقالة ثورة الاتصالات اللاسلكية، تعلم تماما وخيطرة باتجاه المتعلم، أن يتعلم المتعلم وفق قدراته، وفق قابلياته، وفق الأسلوب اللي يريده، anywhere anytime by the way that he can learn. هاي نقطة كلش مهمة. إذا منو المسؤول عن منو محور العملية التعليمية؟ إذا الطالب هو شنو؟ هو المحور العملية التعليمية. وصار شيفتنج متكامل من عملية انه يكون المعلم هو المحور العملية التعليمية، الى ان يكون هو مرشد وموجه، الى ان يكون الطالب من هو كور العملية التعليمية. هذا المفهوم الحديث بالتعليم والتربية بالعالم حاليا، الكل تعمل به، الكل تعمل عليه، الكل تحمل على انجل. وارجع والسبب الرئيسي في هذا الموضوع هو انه او احنا كبشر ما نشابه، ما اصابع الايد متشابه، كل بشر كل انسان يختلف عن الثاني، كل واحد يتعلم بطريقه، كل واحد يتعلم باسلوب، كل واحد عنده امكانيات وقدرات تختلف عن الثاني. لذلك دائما نرجع ونقول احنا يجب ان نصمم بيئتنا التعليميه باعتماد من على من، اعتمادا على المتعلم مالتنا، مو اعتمادا على قدرات مدرس. ما
مع ثورة الصناعات، مع ثورة صناعات الحاسبات الشخصية وتطور معالجاتها وهبوط الأسعار. هذه الثورة شو وقت كانت؟ كانت بداية التسعينيات، هاي سنة بداية التسعينيات صارت ثورة حاسبات البي سي بين قوسين، انتشرت انتشار كبير جدا، بدأت أسعارها تنزل، شاع استخدامها. بنفس الوقت الانترنت بدأ يظهر بشكل واسع جدا بالسبعة وثمانين. صار ايش عندنا؟ صار عندنا ظهر العالم من جامعة جورج واشنطن، هو الأستاذ دكتور بدر الهدى خان، صمم نموذج للتعليم الإلكتروني. هذا النموذج هو مو تصميم تعليم إلكتروني، هذا تصميم بيئة التعليم الإلكتروني. هسه حاليا أنا الحديث اللي أحكيه حضراتكم، لربما أنا قلتها قبل كم يوم، هو عنده يمكن ألف، لربما هو مو ألف، 10,000 يمكن 20,000 جامعة بالعالم تتبع نموذجه، وهو نموذج متكامل، وهو حقيقة أوجد التعليم الإلكتروني بشكل الحقيقي، بشكل اللي إحنا هسه بي حاليا نشوف نتعامل به. النموذج كان النموذج أكثر من رائع حسب حسابات بيئة التعليم الرقمي الإلكتروني بكل الحسابات. طبعا كان إنه سنة 2018 بدعوة كريمة من جامعة الفلوجة وباستضافة من وزارة التعليم العالي، استضافته في بغداد وقدرنا ندعوه، إجانا الرجال. وهذه الصورة لحضراتكم تشوفوها، بدر هدى خان هو فندق بابل يشرح لنا المحاضرة مالته، حاط علم العراق تشوفوها، لنموذج التعليمي كيف نصمم بيئة التعليم الإلكتروني بالعراق. حتى بنوضح لكم خان ايش يقول لي an initiative approach for delivering well-designed learner-centered. دي يقول منو؟ learner وcenter. إذن كور العملية أو محور العملية منو؟ هو learner وليس teacher. interactive and facilitated learning environment to anyone, any place, any time by utilizing the attributes and resources of various digital technologies along with the other learning materials suited to open muted learning environment. هذا المفهوم مالته، هاي النظريه مالته، النظريه التعليميه والتربويه اللي من سنه 95 لحد الان هي قائمه، وحقيقه يعني سبق زمان الرجل، وكان مبدع في التصميم. ايش سوى مبدع بالتصميم؟ شلون صممها؟ خان فريم ورك، هو سوى فريم ورك، سوى اطار عمل لتصميم البيئه، تتكون من ثلاث اشغال، من ثلاث اجزاء، جانب تربوي وجانب تكنولوجي وجانب إداري. صمم بيئة التعلم إلى ثلاث جوانب، الجانب الأول هو التربوي أو التعليمي، والجانب الثاني هو شنو هو التي، والجانب الثالث هو شنو الإداري. قال أنا أي واحد إرباك بأي ذني، أي إخفاء، أي خلينا نقول أي عملية ارتباك في أي واحد من هاي العناصر، أنا بالتأكيد أنا حيصير عندي خلل بالبيئة التعليمية بالتعليم الإلكتروني. لذلك أنا يجب أن أحسب حساباتها ونتبه. سوى لغرض هذا الإنجاز، سوى شنو؟ سوى نموذج ثماني من ثماني الأضلاع، وما يسمون نموذج خان هذا قدام حضراتكم. طبعا بالنسبة الإجابة هم موجودة داخل النموذج، جانب تربوي، جانب تكنولوجي، جانب تقويم، جانب إدارة، جانب دعم المصادر، جانب أخلاقي، وقسمها. هذا النموذج خان حسب به حسابات البيئة التعليمية، حقيقة أبدع. وهذا النموذج دا أقول هذا صممه سنة 95، مو اليوم، ولحد الآن يشتغل. ودا أقول أنا ذكرت رقم إنه هو أنا اللي أعرفها حاسبها، الحضرة حاسبها البدر هدى خان شخصيا، يعني عندي علاقة شخصية بالرجل، وعندي علاقة طويلة، يعني كونه هو خلينا نقول أبو التعليم الإلكتروني بالعالم، حاسب لأكثر من 1000 مؤسسة تعليمية بالعالم تتبع نموذجه وتستخدمه، حتى عندنا بالوطن العربي كثيرا، وعندنا كتب يعني ترجمت إليه، وصمم بيئات تعلم وتعليم، صمم جامعة السويس، صمم الجامعة السورية، صمم هاي التعليم الإلكتروني بها، والجامعات العربية اللي انطلقت بهذا المجال، الجامعة المصرية الإلكترونية، الجامعة السعودية الإلكترونية، جامعة حمدان بن راشد، كلها هو تصميمه، كلها تبع الشغلة، ونجحت في عملية الوصول في تحقيق تعليم إلكتروني، تعليم عن بعد، تعليم مفتوح، كلها قسمها هذا قبالكم الانستيتيوشن إلى مجموعة من الفقرات اللي يجب ان تحسبها بحسابك عند التصميم البيئي، المانجمنتولوجيكال، البيدجيكال، الايثيكال، الانترفيس ديزاين. طبعا بالنسبه لي كشخص وحكم الخبره، وباعتبار انا ادرب، انا دائما اقول انه تكنولوجيكال ممكن، التكنولوجي ممكن احله بسهوله بهاردوير وسوفتوير، المؤسسي اقدر ارتب المؤسسه، الانترفيس ديزاين اسوي اجيب واحد يصمم لي ويب سايت مرتب، والايفالويشن، بس انا اوقف نقطه كبيره جدا، ما هي ما تربوي،
أو التعليمي. التربوي والتعليمي عنصر والمؤثرات التربوية والتزمت بالمعايير العالمية أو الاستندارات العالمية في الجوانب التعليمية والتربوية نجحت. من تبدي الدقول أناليسيز عندي قدام الكونتينت محللة، حضراتكم الأودينس منهم محللها، شلون حقدم محاضرتي، ما هي الطرق التعليمية، ما هي الأسلوب، شلون أنظم محاضرتي، ما هي طرق الموازجة، هاي تحسبها كل زين وقدرت ترتبها أنا أنجح بتحقيق بيئة التعليم الإلكتروني. التعليم الإلكتروني فعال ما حسبتها أو كانت احتباطية أو كانت عشوائية أو لربما يعني نقول إحنا كلنا نمتلك خبرات تدريسية، كلنا بداخلنا خبرات تدريسية عميقة، يعني أنا أعرف حضرات قسم من حضراتكم الموجودين عنده خبرات بالسنين يعني بالعملية التعليمية والتعلمية وشلون ينظمون عملية التعليم. بس أرجع أقول عملية التنظيم في انفلوب في بيئة، في هاي البيئة هي عبارة عن جزء من سيستم. هذا الموضوع كلش مهم لأنه أي خلل بيها ممكن شي يسوي ممكن يربك. أنا بصورة عامة على سبيل المثال أنا إذا أشرح لحضراتكم بدورة أنا بعادتي ما أعرف نفسي ولا أقول شنو الأهداف، رأساً أبدأ المحاضرة وأطلع. بس أنا جاي اليوم أعلم على باستندارات وتعلم تعليم الإلكتروني، شفتوني قدمت الأهداف، عرفت نفسي، حطيت سؤال بالبداية، أعطيتكم إيش هشرح، اتبعت الطريقة، عرفت الأودينس مالتي من هم أساتذتي وزملائي ولا ربما أساتذتي الكرام أيضا هم بالتعليم العالي العراقي، سويت عملية أناليسيس في إعداد المحاضرة مالتي. هذا اللي دعا إليه خان ونجح في تصميم بيئة التعليمي. مو بس هذه، إنما جت الشركات اللي سوت السوفتويرات بالعالم أو الشراكات البرمجية بما فيها جوجل كلاس روم معتمدة على يمن، معتمدة على نموذج خان، وتعترف شركة جوجل بنفسها إنه هي الفريمورك مالتها أو إطار العمل مالتها هو معتمد على يمن على خان، معتمد على نموذج خان، وتذكرها أيضا حتى اجتماعات المطورين دائما مالتهم يدعون إلها خان ويقولون أطلع أبجت عليه كل شيء. طبعا خان يدعو دائما إلى بالفترة يعني خلينا نقول الرجال بحكم الخبرة إليه عباله كان حاس بما سوف يحدث، يدعو إلى تفريد التعليم أو يكون التعليم فردي. حقيقة هاي اللي هسه دمر بها بسبب الجائحة، إحنا نحاول نتواصل وتواصل بس نرجع ونقول الطلاب اللي يتعلمون كل واحد وحده، عبالك الرجل كان حاسبه في حساباته. ولذلك أقول إنه النموذج اللي صممه سنة 95 واللي مر عليه هسه حاليا أكثر من 25 سنة ناجح جدا، ولذلك إحنا قررنا نشرح لكم إياه حتى تعرفون كيفية البناء المؤسسي للتعليم الإلكتروني لخلق بيئة لخلق منظومة التعليم الإلكتروني في بيئة تعليمية ممكن أن تكون رقمية سليمة. هذا بالعربي أيضا رفعناه لحضراتكم شنو العناصر مالته. هو بالنسبة لخان ماكو شيء محاسبه، حقيقه الرجل في تصميمه ماكو شيء، هاي قبالكم حضراتكم بده تشوفوه. هو يسمى النموذج الثماني وياته موجود، انا كاتبه لي قدام جوا كلمه التاخير جوا كلمه التقويم انه هذا النموذج شنو، نموذج بدر الهدى خان. هذا زياره خلال زيارته للعراق ومحاضرته، وهذا وياه قاعد وياه دكتور فؤاد ودكتور عباس رئيس الجامعه التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هاي بالمحاضره مالته من اجل بغداد يوم 20/11 سنه 2018 زارنا وعنا محاضرة كانت قيمة جدا وحقيقة استمتعنا بها. ويعني كان الرجال موفق جدا في الطرح مالته، بقى 4 أيام ببغداد وغادر وحيرجع مرة أخرى يوم شهر 8 وحنا حنستضيف الأسبوع القادم أو ما بعد القادم إن شاء الله. نجي للوزارة مالتنا حاليا وظرف الجائحة، هل نقدر احنا نطبق التعليمات اللي البيئة التعليمية اللي يدعو إليها حتى نطبق تعليم الإلكتروني ذني كلهن اللي ذكرهن يعني اذكرهن ارجع اذكر لكم اياهن. يعني عمليه حتى اصممها احتاج هاي العناصر كلها احسبها حتى اقدر اطبق تعليم الكتروني؟ لا، اكو نماذج اخرى، اكو نموذج احنا هذا هو النموذج اللي نشتغل عليه، سوينا تحليل، سوينا كوردينيشن، سوينا اكسس للليرنينج انفايرمنت، بين الاساتذه عمليه التيشنج والليرنينج باستخدام المنصات اللي يردوها، الادوكيشن بوليسي قلنا لهم اياه، قلنا لهم انه انتم لازم تقدمون معلومات، تسوون اختبارات لأغراض السعي فقط، تجمعون معلومات للطلاب، ماكو اختبارات. بعدين سوينا التيتشرز اند اذر ادوكيشن بيرسونال، اعطيناهم حريه للاساتذه مالتنا. هذا شنو، هذا هو النموذج اللي نشتغل به هسه حاليا كوزاره وكتربيه ايضا اللي نتبعه حاليا. هذا قبال حضراتكم
وناجحين به الحمد لله والشكر. احنا كفريق وزارة اعتمدناه وانطلقنا بالتنفيذ مالته، سوينا الانفايرمنت اللي نشتغل بيه او البيئه اللي نشتغل بيها مثل ما وضح لحضراتكم، سوينا لها امكانيه الوصول اليها، وحتى نجحنا في تحقيق نسب دخول كبيره. بعدين حريه الاساتذه يدخلون، بس اكدنا انه لا يكون بس البي دي اف، هاي التيتشنج اند ليرنينج. بعدين سوينا الاديوكيشن بوليسي وانطينا المجال ان الاساتذه يتعاملون تعامل فردي. نجحنا لحد الان، وصلنا بنسب مرتفعة جدا إلى جاوزنا 70% من الاعتماد التعليم الإلكتروني ولربما أكثر. هاي طريقة النموذج التعليم الإلكتروني المتبع الآن في العراق في ظروف الجائحة. لا حد يتصور أن التعليم الإلكتروني هو عملية يعني هي مجرد أساتذة اشتغلوا طبقوا. نعم أساتذتنا كانوا مبدعين حقيقة، وانطلقوا انطلاقة كل جميلة، وانطلقوا يعني باختلاف يعني الطرق والتعدد اللي استخدم جوجل، اللي استخدم الزوم، اللي استخدم وسائل التواصل، كل واحد طريقته المحددة اللي كان توجيه وزارة واضح توصيل وتواصل. لذلك احنا كلها تدخل في إطار المفهوم التعليمي، بس احنا لازم نرجع شو نسويها، نوحدها، لأن الوزارة ايش قالت؟ اعتماد التعليم الإلكتروني وبرنامجنا يهدف اللي احنا سندرب حضراتكم به إلى بناء منظومات تعليم إلكتروني سليمة على أسس علمية وتربوية وتعليمية. أكرر مرة أخرى، هدفنا بالبرنامج أنه نعد مدربين يرجعون يدربون مؤسساتهم بهدف شنو؟ أنه نخلق تعليم بيئة تعليم إلكتروني فعالة مزيجة دائمية على أسس علمية وتربوية. هترجعون حضراتكم بهاي الخبرات اللي اكتسبتوها، تعرفون شنو خان، شلون نبني البيئة، رجعون تدربون زملائكم بالجامعات، تطلقون عملية التدريب لحضراتكم، اكتسبتوا من الخبرة الكثير، بناكم المبادئ مع العلم الكامل، تنجحون انتم في شنو؟ في رفع المستوى واعاده التعليم الالكتروني وتطبيقه بالشكل الصحيح، حتى نكون شنو؟ نقدر احنا نلتحق بالركب العالمي اللي يعتمد التعليم الالكتروني حاليا بالعالم. نجحنا طبعا كنجاح كمنظومه اشهدت فيديو يونسكو كلكم تعرفون، ونجحنا به الى حد بعيد الحمد لله والشكر. بس ارجع واقول نجحنا مو احنا، انتم نجحتوا. احنا انتم اللي انتم حتروحون حتدربون هسه حاليا زملائنا من الاساتذه الاخرين والكرام. واني ارجع واقول انه حقيقه مو مدحن بزملائي، بس اللي عندكم هوايه، الخبرات اللي عندكم رائعه. دورنا احنا بهذا البرنامج التدريبي how to coordinate and organize، لا اكثر ولا اقل، لنعلمكم، لنعطيكم البيسز، لنعطيكم الاسس الصحيحه، لنعطيكم شلون تكملون الطريق للوصول الى الهدف. انتم مبدعين، انتم رائعين حقيقه. يعني أنا هسه من دا أنطيكم محاضرة، لربما أنا قلتها قبل بداية المحاضرة، أنا 33 سنة مشتغل، بس خايف من عندكم. ليش؟ أنا دا أتعامل ويا فطاحل، مدى أتعامل ويا من؟ ويا ناس مبتدئين بالتأكيد، هذول الفطاحل عندهم أسئلة، عندهم طرق حتعلم منهم. أنا واحد من الناس فلسفتي بالتعليم، أنا أتعلم من الطالب ماتي أيضا، يعني أحسب حسابي أنه أنا من أدخل أدرس الطالب ماتي أنا أيضا طالب. هاي فلسفتي وعفوة طلابي اللي أنا مدرسهم، دائما أتعلم من عندهم وأسمع لهم واكتشف قدراتهم واخرجهم. ارجع واقول هدف البرنامج اللي ندربكم به حضراتكم هدف كبير جدا وعظيم، هو مو عملية تدريب، مو نعيد لكم تدريب، انا نعرف عندكم خبرات صارت وعندكم انطلاقات صحيحه، بس احنا هدفنا شنو؟ to organize and coordinate how to go to our complete target after. هدفنا كبير جدا، معتمدين على رب العالمين اولا واخرا، ومعتمدين على حضراتكم انه انتم بعدين تكتسبون هاي الخبرات حتنتقلون الى مؤسساتكم التعليميه، تعطوهم الخبره وتدربوهم. بالنتيجه ايش حيصير؟ حيصير عندنا مجموعه من الاساتذه الاكاديميين العراقيين المبدعين اللي هم اصلا مبدعين، وانما نقول زادوا ابداعا. بدائل التعليمية اللي حدثت وزارة التعليم العالي إحداث التواصل مع طلابنا حسب توجيهات الوزارة، شوفوا حضراتكم، ملف صوتي، فيديو، اختبار قصير، سوي منتدى، ارفع بي بي تي، ارفع بي دي اف، كلها هذه كلها مسموحة لحضراتكم، هذه كلها مسموحة لحضراتكم. بس أنا أرجي أقول هنا السؤال أرجعه، هل من أقدم الملف البي دي اف مثل ما أقدم الملف الباوربوينت؟ لو من أسوي كويز، لو من أشارك ملف فيديو، لو أعطي بس صوت، كل واحد إلى ميكانيزم، كل واحد إلى طريقة. أنا على سبيل المثال لنفترض هسه إحنا حالة إنه الطلاب ربما ما عندهم، يعني خلينا نقول يعني جدلا أجهزتهم أو الإنترنت في منطقتهم ضعيف، أنا ننزلهم فيلم فيديو إيش حيصير؟
الأرباك ما حيقدروا يجتمعون. لذلك هذه عملية تصميم البيئة، عملية إيصال المادة التعليمية. نانا هذا شو نسميه؟ تهيئة المادة أو ما يسمى المادة العلمية اللي حتوصل للطالب لغرض أن يتعلمها، نسميها الإي كونتنت أو المادة التعليمية الإلكترونية. شو نسميها؟ الإي كونتنت أو المادة المعدة التعليمية الإلكترونية نسميها الإي كونتنت. هذه مهمة جدا. وحقيقة العالم يجي يقولون كل العالم لربما التعليم الإلكتروني هاي اللي ذكرته بنموذج خان حوالي خلينا نقول لربما إنه إلى كل 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 المعايير الآخر ما يتجاوز 40%، بس 60% كلها المن للإي كونتنت. يعني أنا من بالدرس التعليمي ماتي أعكس فلسفتي التعليمية والتربوية بطريقة الطرح، بطريقة أسلوب الطرح، بأسلوب الطرح، هذني كل الجوانب التربوية والتعليمية أرجع أقول نسميها البيدوغوجيز. ممكن أنا أرجع أكرر مرة أخرى الكلام اللي قلته، ممكن أجيب أحدث تكنولوجيا بالعالم، ممكن أجيب كل شيء بالعالم، ممكن تكون المؤسسة مالتي هارفارد وكامبريدج وأكسفورد، بس بالنتيجة إذا كانت المادة التعليمية مالتي اللي رايحة للطالب ما مغطية الجوانب التربوية والتعليمية. على سبيل المثال مثلا صغير جدا، كل محاضرة فيديوية 3 ساعات، أكو طالب حيتعلم مثلا هي 3 ساعات؟ لا، ما ممكن. إذا المادة أنا أشرح مادة على سبيل المثال، أنا أضرب أمثلة عشوائية بحيث أدخل بيها، إذا كانت المادة التعليمية مادتي أنا هي مثلا الحد الأقصى للكونسبت اللي موجود بالتعليم الإلكتروني هو 3 concepts in one lesson، لا تعطي أكثر من 3 مفاهيم تعليمية في درس واحد. إذا أنا أعطيت 10 مفاهيم إيش حيصير؟ حيصير الطالب حيتيه ما حيفقد التركيز، جاوزت بالمدة الإضافية. ذني كل شيء ذني جوانب تربوية بيدوغوجيز. هذه يعني لساتر الزملاء أنا اليوم دا أعرج عليها مرور الكرام، وبس أنبه إلى أهمية، أنبه إلى أهميتها، وأنبه إلى خطورتها. أكرر مرة أخرى، لربما أنا أدي جوجل بأرقى إمكانيات استخدامه، استخدمت الفيديو واستخدمت الاختبارات واستخدمت كل وسائل التواصل، وسويت أيضا الجريد بوك وإلى آخره، وبنفس الوقت استخدمت الروبريك بعملية التقييم وإلى آخره، استخدمت استخدام كامل. بس أرجع أقول عن المادة اللي أعطيتها للطالب أو المادة التعليمية اللي أعطيتها للطالب هي ما مبنية على أساس علمية وتربوية، إيش حيصير؟ ما هيحدث تعلم بالنتيجة. شنو أخفقت لو ما أخفقت؟ أخفقت. لذلك أنا أرجع أقول الجوانب التعليمية، الجوانب التربوية، واحنا نتعلم. يعني انا اذكرها هسه من باب الذكر، انه انا والدكتور عدي قبل اسبوع بالضبط كانت اكو محاضره تربويه احضرناها من البدايه للنهايه، كنا كلنا مشغولين وعندنا اجتماع بالوزاره، مع ذلك عفنا كل شغلنا وقاعده نستمع للمدرس كانه طلاب صف اول ابتدائي، ولا عبالك انه بس نريد نتعلم. الجوانب العلميه والتربويه التعليميه العفو والتربويه بحر يجب ان نلم بتفاصيله حتى ننجح في اعداد ماده تعليميه راقيه لطلابنا وفيهم. هذا نسميه تطوير المحتوى. حتى أنجح في تصميم مادة تعليمية لازم عندي منهجية في تطوير المحتوى التعليمي. نانا أنا مضطر أستخدم مبادئ التصميم التعليمي اللي هي شنية instructional design اللي هي الأدي مثل ما يسموها analysis design develop implement evaluation. هاي مكتوبة قدامكم العناصر. أول شيء إنه أنا أحلل المادة التعليمية، شلون أعدها، أحلل مكوناتها، ومن ثم أصممها وأسويها، ورا ما أصممها أكتبها برنامج وأحولها إلى إن كانت PDF وإن كانت ملف فيديو إن كانت ملف صوتي أو الطريقة الأخرى، ومن ثم أسوي لها تطوير وأفحصها وتشيكها، ومن ثم أنفذها بالدخول على الطلاب مباشرة، وبعدها أسوي عملية التقويم أو الإفاليويت. هذا اللي ما بيه المجال، هذا مبادئ تصميم تعليمي. أنا دا أشتغل بموضوع تعليم وتعليم إلكتروني، دا أقدم مواد إلكترونية، إذن يجب أن أتبع مجبرا أو مو مجبرا إنما يجب أن أتبع موضوع مهم جدا. بس لحظة يمكن أخوان هاي قدام حضراتكم What makes good e-learning؟ ماذا الذي يصنع التعليم الإلكتروني الجيد؟ 4 عناصر. أولها ما هو؟ التصميم التعليمي instructional design. ما هي أهم عواملها؟ instructional design أو التصميم التعليمي. بعدين إعداد المادة التعليمية الجرافيك ديزاين اللي تظهر للطلاب،
طريقة الإيصال ومن ثم طريقة الفيديوال كوميونيكيشن. هاي العناصر الأربعة إذا نجحت في التحكم بها هي عناصر التعليم الإلكتروني المصمم تعليمياً. هاي العناصر الأربعة يجب أن أتحكم عليها بدقة حتى أنجح في شنو؟ أن أنجح في تحقيق good e-learning أو التعليم الإلكتروني جيد. هذه العناصر أوقف عند النقطة الأولى هي شنو الانستركشنال ديزاين. ما هو الانستركشنال ديزاين؟ ما هو التصميم التعليمي؟ التصميم التعليمي هذا التصميم التعليمي أنا أحلل أصمم أطور ومن ثم أطبق وأقيم. هاي قبالكم هي شنية هي هاي عوامل التصميم. طبعا لكل فقرة من الفقرات أكو مرحلة عندنا إذا أقيم العملية البناء التقييم البنائي للعملية كل هذا نسميه سمتيف. وإذا قيمت لكل جزء أنا حللت المادة وقيمتها هذا نسميه فورماتيف. هاي عوامل مهمة بالتعليم الإلكتروني. هسه واحد يسألني سؤال مهم جدا يقول لي يعني لكل مادة كل درس أسوي هاي كلهن؟ أقول له إيه نعم لكل درس هاي تسويها بس أنت ما محتاج تسويها لأن it's already mechanism للمدرس. هي موجودة عند حضراتكم، موجودة في قدرات حضراتكم التعليمية، وموجودة شنو عندكم. إذا شوفوا عندي تقييم بنائي اللي هو formative assessments، وعندي التقييم الجمعي اللي هو شنو self assessments. هذه جدا مهمة في عملية بناء الدرس التعليمي. واحد يقول شلون أسوي summative assessments؟ أنا أقول له هي مو استبيان، لا، إنما نتائج الطلاب هي already شنو formative يعني summative assessments. الformative assessments هو أصلا أنتم تسوون كوزات وتحترمون تمتحنون طلابكم وتقيمون وتجيبون السعي مالتهم هي already شنية عملية formative assessments. الدرس التعليمي إلى مصاعر، هذا الموضوع أنا ما هأخذه هسه ما هشرحه بس حبيت أوضحه. الدرس التعليمي الإلكتروني إلى معايير هي معايير السكروم الوزارة اعتمدتها والعالم كله معتمدها اللي هي شنية shareable content objective preferences model. معايير السكروم عبارة عن ثلاث مجموعات من المعايير والمقاييس والمواصفات التراكمية تنمو مع الزمن المجمعة من مختلف الجهات التعليمية والتقنية. نموذج تجميع المحتوى الرقمي، البيئة المثالية، التتابع والتقصي. إخوان أنا هسه هرجع. المعايير العالمية للتأليف التعليمي الإلكتروني أصبح الحديث معيارية إلى آخره. معايير سكروم هي عبارة عن ثلاث مجموعات، تشوفوها حضراتكم جول بالأحمر، عبارة عن ثلاث مجموعات من المعايير والمقاييس أو المواصفات التراكمية تنمو مع الزمن من مختلف الجهات التعليمية والتقنية. تكون بمجموعها مرجعا فنيا لصناعة المحتوى الرقمي التعليمي. والمجموعات الثلاث هي نموذج تجميع المحتوى الرقمي Content Aggregation Model، البيئة المثالية Runtime Environment، التتابع والتقصي. إخوان أنا هنا أنا حوقف وأسألكم سؤال أوجه للجميع أريد إجابة على الشات مالته. هذا دسوي صح أنا هسه بهذا السلايد؟ أكرر السؤال، هل أنا أوجه سؤال لحضراتكم أسوي فيدباك ويا حضراتكم؟ سلايد قريته وشرحته وعدت قراءته، هل اللي سويته صح لو غلط؟ ما دحش تعليم الإلكتروني، دحش مبادئ علم النفس التربوي وعلم التربية وعلم التعليم. دحش السعاني تقول هذا سويته صح لو غلط؟ أسمع إجاباتكم على الشات. أنا بفتح الشات. شو تقولون صح لو غلط؟ شو تقولون صح لو غلط؟ عفوا دكتور، الإجابات توصل كثير من الأخوان دا يجاوبون كلها خطأ مو صح. ليش دكتور مازن؟ السؤال ده وجهه لك، ده وجهه للطلاب. كارثة من الكوارث، كارثة من الكوارث التعليمية أن أقرأ الشاشة. يقول طبعا شكرا دكتور مازن، شكرا جزيلا لتداخلك قادتني حقيقة، منكم من دكتور عدي اللي تتابعوني. كارثة أن أقرأ الكونت، أقرأ مثل ما سويت أنا، حطيت الصورة قاعد أقرأ لكم. ليش الطالب ما يعرف يقرأ؟ لا يعرف يقرأ. ولذلك هذا الموضوع جدا خطأ، تجنبوا تجنبوا تجنبوا. وهذا بالمادة التعليمية الإلكترونية طبعا أنا ليش ذكرناها وليش ذكرتها وليش اضطريت أصلا لمعايير السكروم أدخلها، لأنه بجدنا من إحنا حضراتكم لتستخدموها بكثرة خصوصا بالمحاضرات. غلط القراءة، طالب يقدر يقرأ، الطالب ما يدور القراءة معكم، يريد الشرح، يريد التفسير،
يريد ما سوف تقدموه له من إضافة للمكتوب. لذلك يعني هذا النقطة مهمة. شكرا دكتور مازن وشكرا للزملاء الأساتذة اللي جابوا. أتمنى لكم موفقين. وأنا قلت وش الطار قلت وأنا استفاد من عندكم قبل أن تستفادوا من عندي. دور المعلم بالتعليم الإلكتروني إحنا ما نسميه لربما شلون تقول معلم. نعم إحنا معلمين، كنا في جامعة، كنا في إعدادية، كنا في متوسطة، كنا دراسات عليا، إحنا جامعة، إحنا معلم. وهاي ملاحظات قدام حضراتكم، حافظ على البساطة والوضوح بإيزي بين قوسين. خلي الطلاب يحبوك، ادخل وياهم بسهولة، حاورهم، سولف وياهم، اللي الضعيف ساعده. هذه بالتعليم الإلكتروني دورها أضعاف مضاعفة مما هو في الصف. كلتنا مشغولين بالمحاضرات بالصف مالتنا، نطب المحاضرة بالدقيقة 12 نطلع بالوحدة ونص، قبل الثنتين لازم نكمل محاضرتنا حتى الطلاب يلحقون، الشارع ازدحام إلى آخره. بالتعليم الإلكتروني is a wide area wide space، يعني أرض مفتوحة وخصبة لأن يقدم المدرس للطالب مادته ما يمتلكه من روح إنسانية قبل العلمية. التعليم هو human process، عملية إنسانية، عملية إيصال مادة، عملية تعليم. هي مو عملية ماكينة ودخل بها الماكينة منا يطلع ناتج منا، لا، العملية عملية تعامل مع بشر، human، تعامل مع human، تعامل إنساني قبل كل شيء. لذلك أنا رجعت وأذكر في المثل الصغير، أنا كنت أركز على الطلاب، رحبوا بالطلاب مالتكم، دخلوا وياهم بيئة ودودة، سولفوا وياهم. وصلتني أكثر من مجموعة من الرسائل يقول والله يا أبا إحنا طلابنا كانوا ينهزمون من الصف، من قمنا نستخدم هذا الأسلوب ويا حضرتك اللي ذكرت لنا وعلمت لنا إياه، كل الطلاب تفاعلوا وكل الطلاب حبوا مدرسيهم، حبوا الدرس. وأرجع وأقول طالب يعني تأثير المدرس بالجامعة أو تأثير المدرس بالإعدادية أو تأثير المدرس بالابتدائية هو مدرس، هو معلم. دائما في داخل الطالب هيبة للمعلم. قد يقول لي واحد غلطان، أنت نظريات تقول غير شكل بس تأثيره بالابتدائي، أقول لا غلطان، أنا مستعد أدافع عن نظريتي، أنا مو نظريتي، مستعد أدافع عن ما مؤمن به وما وصلت له من الدراسة بالأرقام. المدرس أو المعلم له وقع السحر على الطالب. واحد يقول للطلاب مالتنا كذا، طلابنا مدري ما يتبعون الطلاب، هذا الكلام نعم إحنا ما نحكي على الشواذ، نحكي على الحالات العامة. المدرس دوره رائع بالظرف اللي إحنا بيه، أنا ذكرته وأكرره وأعيده. دور المدرس هسه حاليا دور مدرسينه في خلق حالة الاستقرار المجتمعي عند الطلاب ومن ثم عند عوائلهم، دور وطني مميز جدا. هذا دور المعلم. وراها عندنا دور المتعلم او هو الطالب، ان يكون نشط، ان يكون عنده دافع ذاتي، عنده انضباط. ارجع هاي قدام حضراتكم، منو كرييتد، منو يسويها؟ ارجع اقول هاي شغلنا، هاي امكانياتنا. ارجع اقول انا دا اذكرها هنا لان حتطرق لها في موضوع محاضره قادمه بالاضافه، لان الاساتذه والاخوان الدكاتره من ايركس حيغطوها اكثر مني. هاي منو يخلقها وشون تنخلق؟ هذا جوانب تربوية كلتنا نمتلكها، كلتنا مبدعين بيها، كلتنا لربما عندنا أكثر ابتكارا من اللي نقوله. بس أنا أقول شني، أقول إنه هي شني محتاجة فقط شنو، استذكارها، استذكارها. على سبيل المثال أنا أقول نقطة مهمة سأتدرق لها لحضراتكم، المقدرة على أداء المهام المتعددة. طالب يحل، يتابع، يقرأ. جربوا الطالب بالصف مالتكم شو يسوي؟ عندنا هسه حاليا الطالب بالصف مالتنا فقط يباوع، لازم الدفتر ويكتب، يسمع المحاضرة. كل اكشن ماكو، كل تفاعل ماكو، كل انتراكشن ماكو. هاي بالفيس تو فيس. التعليم الالكتروني ظروف الجائحة خلتنا نعرف طلابنا، خلتنا طلابنا نطلعهم. طالب يقرأ ويتابع ويدور مصادر ويتفاعل ويا الاستاذ مالته ويتفاعل ويا زملائه بالشات روم والى اخره. هذين كلهم شنو صارت؟ صار الطالب عنده ملتي كابابيلتي اوف دو، ملتي جوبز ات وان تايمز، يعني عنده قدره على انه شنو يتعلم، يعني يؤدي اكثر مهمه. بالاضافه كل هذا انه شنو الطالب لازم يتعلم. هسه حاليا احنا ما نقدر نراجع الطالب، الطالب مو يمنا، اكو تباعد اجتماعي. الطالب شنو هنا
ظهر معدن الآخر، إذا خصائص المتعلم بالتعليم الإلكتروني ظهرت عندنا. هسه مجرد إحنا علينا شنو we have to control this environment، علينا شنو نرتب هذا الموضوع ونخليه في بيئة التعليم الإلكتروني. هاي التعليم الإلكتروني مبنياً على نظام، وهذا النظام بسوفتوير اللي هرجع أقلب الموضوع بالموضوع عيدة بشكل آخر. إحنا عندنا باتجاه الجوجل كلاس روم، وده نتبع هسه حضراتكم على جوجل كلاس روم، طيناكم السوفتوير، ورا السوفتوير خلق البيئة، خلق النظام التعليمي الإلكتروني، وخلق النظام التعليمي الإلكتروني شنو هو خلق البيئة التعليمية، ونجحنا بيها، ومعناها إحنا نجحنا. وحقيقة إحنا بالطريق للنجاح. واحد يقول لي أنا عندي طلاب 5-6 راحة و7-8-9 مداومة إلى آخر، دوركم تجيبوهم. نقطة مهمة جدا، نقطة جدا جدا مهمة. كل التربويين بالعالم وكل أساتذة العالم يدعون إلى التعلم الذاتي. حقيقة التعلم الذاتي موجود، أو السيلف ليرنينج موجود بالعالم وموجود من زمان، ولا من 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 زمن أفلاطون هو التعليم اللي اكو لازم نشجع على التعلم الذاتي. السيلف الانسان يعلم نفسه، مو بس من اللي يتلقى من الطالب وما يسمع. بس التعليم الالكتروني بشكل الحديث، هو مو بشكل الحديث انما من اول ما اطلق، بس شكل الحديث في ظل ثوره الهواتف الذكيه وثوره وسائل الاتصال اللاسلكيه، خلت امتلاك مهارات التعلم الذاتي لا حدود لها، خلت لا حدود لها. يعني خلت الطالب مالتنا بين قوسين، أنا أرجع وأقول الطلاب مالتي مش تدرسهم كانوا يقولون أستاذ إحنا ما شايفين، يعني يعني موجود قسم من عندهم من المحاضرات اللي يكتبوا لي هسه حاليا، قالوا أستاذ إحنا يعني متونسين. كلمة المتونسين يعني أرجع أقول هم متفاعلين، فرحانين، شيء جديد، براحتهم، المادة عيدها مرة ومرتين وثلاثة، يجاوب وإلى آخره، عدة تواصل، يسأل زملائه، يفتح كتاب. وفرت فت خصائص جديدة، فت environment تعليمي جديد. في حين هو بالصف شنو وش عنده؟ مجرد محاضرة، لا يقدر يفتح كتاب، لا يقدر، لازم يتابع المدرس لربما إذا غفل، أو حتى إحنا في بعض الأحيان نكتب الملاحظات على الدرس، المدرس يقفز إلى كونسبت ثاني أو إلى مفهوم ثاني، ضاع الأول وضاع الثاني على الطالب، خصوصا الطالب اللي ما يعرف يتواصل بسرعة. والمدرسين مادة، وإحنا التعليم الجامعي المادة العلمية اللي يقدمها الطلاب مادة كبيرة وكثيرة، يجب أن تكون لها معد متعددة، يعني ملتي ريسورسز أو ما نسميه إحنا، وهذا حرجع له بالمحاضرة بنهايتها، اللي هي شين الريسورسز مالتنا أو المصادر أو الموارد التعليمية يجب أن تكون مختلفة ومتعددة الأشكال. هذا واحد يقول لي هذا كله وانا حتى عبونه وتحدي، ايش حيصير بينا؟ ارجع واقول هي اول مرة. نعم بالبداية صعبة، وكلش صعبة، قد يشوفها البعض وقد يعترض البعض، وهذا مقاومة التغيير هي موجودة بالنفس البشرية، صفته في افتراضي وسجل الطلاب وجيبهم وتابع وياهم وإلى آخره. تحدي صار للمدرس، تحدي، وصار بنفس الوقت تحدي وعبء ثقيل على الطالب وعلى المدرس. بس التجربة إيش أثبتت؟ أثبتت أن العملية بس أول نقطة، بس أول انطلاقة، كون إيجابي، افهم الموضوع بشكل صحيح، سوي بيئة مثل ما رجع أعيدها مرة أخرى، هي مادة علمية مادتك على أساس علمية وتربوية، عندك الجوجل كلاس روم اللي هي المنصة مال التعليم الإلكتروني في بيئة التعليم، في منظومة التعليم، في بيئة التعليم. المنظومة هي الجامعة مادتك، الكلية مادتك أو القسم مادتك، وبيئة التعليم مادتك هي الجامعة أو الانفايرمنت أو الجو العام. علمنا بالتجربة، وموجود وياي دكتور عدي ودكتور مازن، بدينا ويا أساتذة دربناهم على إعداد، يعني هذا انا احنا نتكلم بلغه الارقام، ما نتكلم احنا ارقام عشوائيه. بدينا وياهم علمناهم يسجلون محاضره من 5 دقائق، هذول مجموعه من التدريسين اللي سويناهم بايلوت ستدي صغيره في ظرف 10 ايام، دققنا عليهم كل واحد من هذول المدرسين، محددين منجزين اكثر من 4 إلى 5 محاضرات الى طلابهم. نعم يا بقى انتوا احنا اشتغلوا فوق جدول زمني، من تطيد الطالب 4-5 محاضرات تسوي شنو؟ شوك عند الطالب، قال لا انا محضرها وطيها بالتوقيتات،
قلنا له يابا احنا نريدك لايف ويا الطالب مالتك. قال يعطيهم يا لايف وانا وياهم ما عندي مانع عيده مره. هو قبل قبلها مش ما يقول لك انا حاسب التعليم الالكتروني ضيع وقت، شنو التعليم الالكتروني الى اخره. هذه كلها بس شنو بدا الخطوه الاولى فيرست ستيب افتهم الموضوع. وضحنا لكم دكتورة لوري اكرر وضحت لكم ما هو التعليم الالكتروني، بس انا وضحت لكم ما هو منظومه التعليم التعليمي، ما هي بيئه التعليم الالكتروني، ما هو نظام التعليم الالكتروني، ما هي عوامل التعليم الالكتروني، الماتيريال اللي ساعدكم عند حضراتكم. هاي كلها تجمعوها تنطلقون بها حشوفوها العمليه جدا سهله. عندنا نقطه مهمه، المدرس من يدرس بالتعليم الالكتروني شنو يكون؟ لازم يسيطر على الوقت مالته، يتعلم يؤدي اكثر من مهمه. هاي صعبه بالبدايه بس بعدين شنو وسعنا قبل شويه بها عيب. انا من قلت للدكتور مازن، دكتور مازن شوفني من اللي يجيب الاسئله ما بيه بشي، ساعدني مدرس ثاني، كلف واحد من الطلاب يساعدني، لازم بس انا اتعلم. بس انا ابو بنار ما عندي الامكانيه، بس انا بالحقيقه لو كانت عندي انا اقدر اباوع الاسئله، تطلع لي شاشه على صفحه اباوع الطلاب ماتي من اشرح، اشوف اسئلتهم، اشوف تعليقاتهم، اقدر اجاوبهم بعدين، اقول لهم يابا انا حجاوبكم بعدين، انا اصلا انا ادعو الى جروبات الى اخره. هذا الموضوع يحتاج ليس الصف الدراسي الى اتقان تعدد المهام. اهم شيء قبل كل شيء اداره الوقت، اداره الوقت. المحاضرة على التعليم الإلكتروني أنا هسه حذكرها وحدخلها بالتفاصيل، ما أعرف هنا موجودة لو لا. الماكسيمم مالها للمحاضرة التعليمية ككل من أفتح الصف الدراسي على جوجل كلاس روم إن شاء الله تفتحوه، أبدي إلى أنهي أنا للستين، ورا 60 دقيقة أنا في كريتيكال، أنا في الخطر، وحدي للتسعين. أنا بين 60 و90 90% الى 95% انا محتاج انه بالمحاضره التي تليها يجب ان اعيد. انا حد الاقصى 60، I must not jump over that. احسبوها بنفسكم، يعني كل ربما طالب، هسه انا عارض حتى اشرح الحاله حضراتكم، اعتبروا الطالب اللي يتعلم على الهاتف الذكي ما عنده في شيء يحط الهاتف الذكي عليه، يقدر يشيل الموبايل مالته 60 دقيقه بيده ويباوع؟ مستحيل. الايد تخدر، العين تتعب، هذه شويه مهمه، هاي نقاط مهمه. لذلك احنا نقول المحاضرة الفيديوية هي من 12 ل 15 دقيقة كفيلم حتى يتابع الطالب، يجب ان يتوقف. سالس يقول انت قاعد تحكي هذا وصار لك ساعة زمان تحكي ومسكتت. انا نعم انا داعش، انا اقدم تدريب، انا داعش اشرح لكم لحضراتكم، ومع ذلك حمح وقف شوي وني بس دقائق لان توصلني ملاحظات انه انا اشرح سريع، والله ما اشرح سريع بس بضطر دقيقة واحدة اوقف ويا حضراتكم اعطيكم نفس حتى تلحقون تتابعون وياي. يعني ارجع حتى اعطيكم نفس اقول اني حوجه 3 واجبات، وجهت الجو الواجب الاول اللي هو كان شنو كان، هو ما هو تعليم لو تعلم، هذا يعتمد على حضراتكم تجاوبوني به. الواجب الثاني هو اقواني، هذا اقدم جزء من السلايدات، اني يجب ان اشجع بكم شنو، اشجع عليكم التعلم الذاتي. لذلك أنا أكو مجموعة من السلايدات حشرحها، وأكو مجموعة من السلايدات حترك شرحها لكم، أنتوا تقروها وتتعلمون من عندها. حتى شو أسوي هنا؟ خليكم تطبقون السيلف ليرنينج بنفسكم، خليكم أنتوا تسوون تعلم ذاتي لحضراتكم. أنا أعرف أنتوا عندكم هاي، وأعرف هاي الميكانيزم موجودة عندكم، بس إحنا شنو لازم نجرب. We have to practice ourselves by our يعني يجب ان نجرب. لذلك انا تركت مجموعه من السلايدات ما اعرف عددها بالضبط، يمكن بحدود 16 17 سلايد، حترك لكم اياها تعلم ذاتي لحضراتكم حتى خليكم تعرفون شنو الفرق بين التعلم الذاتي وبين تسمعون المحاضره من عندي. ومع ذلك انا من حرجع مره اخذ الموديول 5 يمكن ما اعرف بالضبط ضمن المنهاج مال ايركس ان شاء الله، هم حرجع امر عليها مره اخرى مالتها. يقول هذا ليش يسوي اليوم وياني هاي اعتقد الوقت والصفوف التعليمية افتراضية كم ينبغي ان المدرس ان يكون؟ قلت قبل شوية 60 إلى 90 دقيقة، ورا 60 دقيقة اني يعني غلط لازم اتوقف. الحقيقة اذا 60 اذا وصلت 60 دقيقة مو اتوقف، لا اتوقف نهائي، اترك المحاضرة اقول اجيكم اكمل المحاضرة بالليل، اكملها ثاني يوم، اترك فسحة زمنية، اني في خطر. وأنتبه جدا ما بعد 60 إلى 90 يجب أن يعاد، ما بيها أي نقاش. وهذا بدي أحكي أني يعني على سبيل المثال هاي الكونسبتس أو هاي المفاهيم
اللي يتحدث به علم النفس التربوي وعلم النفس التعليمي الإلكتروني، يقول هذه الصف 130 طالب، بس احنا بالحقيقة طلابنا أكثر، ترى طلابنا أكثر، لذلك يجب أن أخطط وأحط بحساباتي دائما أنه أنا طلابي، يعني أنا أخطط طلابي، أنتبه طلابي، أنا بالتأكيد يعني كميكانيزم أو كمفهوم أنه أنا يعني أسأل سؤال، أكو أحد ما يعرف طلابي بالصف مات؟ لا، بالتأكيد كل مدرسينا على الإطلاق أصلاً، هاي من 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 روائع المدرسين العراقيين أو العاملين بالسلك التعليمي بالعراق بالتربية والتعليم، عندهم فت حب لحب طلابهم، يحبون طلابهم حقيقة. يعني الطالب قد يخجز على الطالب من عندنا، قد الطلاب يحشوا على مدرسينه، وجهات نظرهم تطبق أو تعليم إلكتروني إلى آخره، بس المتعارف عليه علميا، وأنا دا أكرر علميا، وأنا قاريها بدراسات عالمية، أنه المدرس العراقي أو الأكاديمي العراقي، أنا دهش أكرر مدرس، أقول معلم أو مدرس أو أكاديمي، يمتهن مهنة التعليم عدة ولا بمحبة طلابه، هاي مثبتة عالميا على العراقيين، مثبتة استندرات هذه. يعني أنا اشتغلت في هذه الإحصائيات سنة 2004، يعني وجدت أرقام، يعني يعني أرجع وأقول إنه لولا إنه التدريسيين مبدعين، ولولا إنه حضراتكم عندكم من الإمكانيات المبدعة والرائعة، ما كان قدرنا نواجه هاي الظروف اللي هي صار لها أكثر من 50 سنة تمر علينا، واحد أصعب من الثاني من 68 وصعودا، كل ظرف أصعب، وخوان هاي ظروف الحصار الكل تعرفها، كثير من عندكم يعرفها زين، مدرسنا يحب طلابه، ما يقدر ينقطع عن طلابه، ما يقدر يغيب عن طلابه، وكان يتذكر قصة من حضراتكم الموجودين، يمكن دكتور خميس أو العراقي اليوم كنا نتحدث بالموضوع، بس 3000 دينار كنا ناخذ، اللي هي كانت دولار ونص، بس احنا كنا نطب طلابنا وندرس ونعطيهم نعطي. وانا عندي مبدا اقوله، مدرس العراقي بالصف التعليمي بالصف الفيس تو فيس ينطي روحه قبل ان ينطي الماده العلميه، وهذه معروفه ومثبته عند حضراتكم، فلا ضير انه انتم هذا اللي عندكم، انتم بالتاكيد تطلبون طلابكم، تطلبون ما عندكم من زبده من العلم، من تهيئه للعلم، من امكانيات، من قدرات، كلها توظفوها بالانترنت بشاشه حاسبه، هاي الشاشه مال حاسبه حتوصل ل 30 او 50 او 60 طالب، بالتاكيد حتوصل، شنو حامله ابداعكم، حامله روعتكم، حامله امكانياتكم التي لا حدود لها. شلون اصمم الدرس هسه؟ كنت مصمم حاط خطه شلون ادرس، ابديت الخطه صحيح، وجه السؤال بالبدايه، بس هسه ارتبكت الامور عندي، انا ارتبكت الامور عندي، لازم شنو انا داخل الدرس عندي امكانيه، شنو وش اسوي، لازم ارتب اعيد نفسي واستشير والى اخره، ارجع واسال السؤال، هل بالامكان، انا ساوجه السؤال مره اخرى دكتور مازن او دكتور عدي، هل اقدر اني كمدرس، واحنا دائما عندنا يعني بالاسلوب العمل مالتنا بالجامعات وبالمؤسسات التعليميه العراقيه لازم تكون عندك شنو يسموها، يسموها خطه الدرس، هل امكانيه ان تكون اكو خطه درس الكترونيه؟ واسال سؤال، هل اكو خطه درس الكترونيه؟ تنتظر اجابه من عندكم دكتور مازن، بس تشيك لي بلي دكتور، معظمهم معظم الاخوان دا يجاوبون نعم، جزء قليل دا يقول ممكن انه نسويها، على ما يبدو انه ما مسويها، لكن الجزء الاكبر يقول نعم ممكن. شكرا جزيلا دكتور مازن. دكتور عدي، من المحاضره مالتكم انت ودكتور مازن، اتمنى تشرحون لزملائنا التدريسيين كيفية إعداد الخطة التدريس الإلكترونية من خلال جوجل، طالما إحنا قرينا أو استخدمنا أو حندرب على جوجل، حتى بالدقائق الأكتيفيتي اللي حيسويها الدرس المدرس، شنو من إمكانه سيطر عليها ودو what I want to do أو يسوي المدرس إليه. بس أنا أرجع وأقول، دائما أرجع وأقول، التعامل الإنساني إلى شنو، أكو إلى خاصية حادة إنه قد لا تتوقع ماذا سوف يحدث أو ما هو المستقبل، ولا تتوقع المستقبل زي كان صرنا مستكشفي الغيب، لذلك دائما هذا شنو نقطة مهمة جدا، دائما إنه هذا البرنامج موجود ضمن جوجل، ضمن جوجل كلاس روم، ضمن جي سيوت، هذا اللي حندرب عليه إن شاء الله، هذه موجودة كلها، كيف نخطط، كيف ندير الفعاليات بالتوقيتات وبالإمكان، حتى الحاسبة هي تقدم المحاضرة بالدقائق، أنا ممكن أشرح وهي تبدل وتشرح السلايدات لحضراتكم.
عفوا دكتور عامر، الصوت انقطع، ما اعرف اذا بس الصوت ماكو. اسف جدا، انا ترى صار لي 5 دقائق احكي من سمعت الاجابات من دكتور مازن، ما منتبه الصوت مقبول، اعتذر من حضراتكم. واحد يسالني يقول لي حضور الصف الزامي هنا، انا اسف جدا مره اخرى، حضور الصف الزامي والماده العلميه توصل للطلاب و صار ارباك دكتور مازن بسبب التعب يعني، انا كنا اعتذر جدا مره اخرى. هل الحضور الزامي احنا ندعو لتعليم مزيج، أن يكمل التعليم الفيس تو فيس أو الصف التقليدي يكمل شنو بالحاسبة، لك بحيث يكون مادة مساندة ومدعمة وتقدم شنو تضمن حدوث التعلم لدى الطلاب لاكتساب خصوصا بالمهارات أو بمختلف أنواع العلوم. لذلك الحضور الزامي لازم نتأكد من عدة، هذا الموضوع شلون نرتبه شلون ننظمه، لازم نشيك الخطة، لازم نسوي إعلانات، لازم نبلغ الطلاب الى اخره. يتذكرون طلابي انا دائما اول ما ادخل للمحاضره ايش اقول؟ اقول السلام عليكم، واقول من موجود يسجل حضور. اكو تشات بوكس، اكو على صفحه ما تشات يكتبون الطلاب السلام عليكم. علمتهم انا ورا فتره من يعني اول مره ومرتين وثاني مره ثالث مره من بالدخول للصف على استخدم التعليم المزيج شنت، اقول لهم اكتبوا لي الوقت، هي ملاحظه صغيره. على سبيل المثال انا دخلت الدرس الساعه 9، طيب دون الطلاب يكتب 9 ودقيقة، 9 ودقيقتين، 9 و3 دقائق، 9 و4 دقائق، 9 و5 دقائق، مثلا واحد يكتب 9 و5 دقائق وعلى قفلة واحد يكتب لي أنا حاضر الساعة 9 و1، في حين هو شنو الطلاب واصلين 9 و5 دقائق، إذا هذا الطالب شنو صار أكو فتقاب ما كنت انتبهت للطالب مالته. هاي النقاط مهمة جدا، تخلي انتراكشن، تخلي انتراكتف للطالب، تخلي للطالب داخل الصف. بعض الأساتذة هنا اللي يقولون أنا بالنسبة لي على سبيل المثال يعني خلينا نقول هاي ايش وقت اسوي تشيك على الطلاب؟ اذا تريد تشيك على الطلاب وحضورهم انطي بدايه، ابدي بالمحاضره، لا تخلي الطالب لي قدام هو ادى رعبه من عمليه الحضور للصف، لا تبديها راسا. هاي علم النفس التربوي او الكونسبشوال او الجوانب التربوي او البوتيجيكال، بهذا الموضوع الجوانب التربويه جو ستريت فورورد تو يور تارجت، اذهب للتدريس مباشره. انا قلت المدرس لازم شنو يكون متعدد المهام، متعدد المهام، وبإثناء المحاضرة بإمكانه يدقق الطلاب من الموجودين، بإمكانه بسهولة جدا. أنا هسه بإمكاني على سبيل المثال أنا دا أشرح لحضراتكم، أنا أقدر أفتح أشوف أنا هسه عندي 899 حاضر بالمحاضرة، من الذول 999 كلهم أقدر أشيكهم، أقدر أشوفهم، أقدر أحاضرهم، وأنا بنفس الوقت شنو دا أحكي؟ أنا متعدد المهام، دا أتابع ودا أدرس ودا بنفس الوقت دا أدقق. بس أنا بالنسبة لي بالتشات بس عفنا، لأن إحنا قررنا إنه نكون عمليتنا إنه نتعاون كفريق لأداها. بس هذه النقطة مهمة، بعض المدرسين زين يحطون الطلاب يعني مدرسين الطلاب وضع كاميرا الويب بهم في بداية الحضور مصادقة الطلاب، هذه احنا ما ندعو إلها، بس هي علم النفس التربوي تقول دائما يعني خلينا نقول الجوانب التربوية، انطي الطالب نشوف المدرس وانطي مجال للمدرس نشوف الطالب لخلق شنو، لخلق الواقعية، لخلق الرياليتي، حتى شنو الطالب يخرج من الصف يعني خلينا نقول الطالب انه ليه يصور. نعم هو الاحساس، احنا قلنا التعليم هو بيئه تعليميه، اكرر مره اخرى انه هو برنامج ضمن نظام في بيئه. البيئه هي شنو؟ الغلاف العام للموضوع اللي احنا بالبيئه التعليم، الطالب قاعد ببيته، نعم قاعد ببيته، قاعد مرتاح اني تايم اني وير، بس هو في بيئه تعليم. بيئه التعليم، البيئه مال التعليم ان تكون الطالب لها مواصفات خاصه، لذلك دائما الطالب مالتنا يعني خلينا نقول نكون في شكله يحس الطالب انه هو في المدرسه او بالجامعه. ايش قد ما نجحت كتدريسي في خلق جو تعليمي للموجودين يحسون به انه هم في صف تعليمي، ايش قد ما انا عبرت الى سل الى الى شو يسموها الى بر الامان باتجاه تحقيق اهداف الدرس التعليمي. ايش قد ما نجحت في عمليه توليد القناعه عند حضراتكم انه انتم في صف تعليمي، أنا نجحت في العبور لبر الأمان إنه أنتم بصف عالمي تعليم. لذلك أنا أول ما بديت إيش سويت؟ خليتكم تحت الضغط إنه أنا إيش شنو؟ أنا حوجه سؤال اللي هو شنو التعليم لو تعلم؟ التعليم لو تعلم أنتم بديتوا تنتبهون لكلامي، بديتوا تركزون، بتلاحظون يعني شلون دربط المواضيع. من خليتكم تركزون وياي وتستمعون الحكي بتركيز كامل، أنا إيش سويت؟ خليتكم بالصف التعليمي، بالجو التعليمي، مو مجرد لب 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 لب. يعني لو تعرفون انه اكو وراكم واجب لازم تجاوبوا، اذا ها
هذا هدف من أهدافنا إحنا بالتدريب، إنه نخلق تدريب فعال مبني على أسس علمية وتربوية ونجحه. يعني الحمد لله والشكر كان الدكتورة لوري مبدعة في تصميم البيئة التدريبية اللي نشتغل بيها، يعني كيف نسوي الأسايمنت، كيف نسوي الاختبارات، كيف نسأل. لذلك هذا الموضوع إحنا يعني نستخدم، خلينا نقول نستخدم الثيوريتي، نستخدم النظريات التعلم الإلكتروني الحقيقية في خلق في تدريبكم. ليش؟ حتى باكر عقبه دائما من تتدرب مش تجربه بايدك شيء يصير عندك دائما تتذكره. ارجع واقول انا وجهت السؤال بدايه الجلسه شنو الهدف مني؟ الهدف انه انا اسحبكم للمحاضره مالتي، ادخلكم في جو، اخليكم في بيئه تعليميه حقيقيه، مو مجرد انه انت يعني احنا قلناها قبل شويه التعليم الالكتروني هو مو عمليه وان دايركشن، انه مع عمليه تو دايركشنز. التعليم الالكتروني مو اتجاه واحد اتجاههم، انه انا اتعلم من عندكم، تتعلمون من عندي، تستقبلون مني، استقبل من عندكم. هذا الموضوع جدا، هذا الموضوع جدا مش قد ما اني اتعب في عمليه كرييتد الي، هذه كلها ثيوريتيكال. ارجع اقول هذه كلها جوانب تعليميه من مبادئ التعليم الالكتروني، في إعداد الدرس التعليم الإلكتروني، في شنو؟ في صناعة المحتوى الإلكتروني التعليمي الرقمي. هذه كلها principles. لحد الآن أنا بالprinciples، إحنا ما دخلنا deep in details لأنه إحنا ما مطلوب عندنا deep in details حالياً، بعدنا بالبدايات. بس هذه كلها شنو؟ مبادئ، مبادئ رئيسية، وخلنا نسميها الألف باء التدريس التعليم الإلكتروني. أخبر طلابك إن أوجه السؤال دكتور مازن مرة أخرى، هل أنا الدرس تفاعلي حالياً أو لا؟ دكتور مازن اسمع لي الإجابات إذا أمكن، خليتكم تتفاعلون أو لا؟ دكتور مازن إذا أمكن. دكتور عامر أنا وياك، دكتور عدي وياك. أي الأجوبة مختلفة دكتور، بعضهم يقولون نعم، بعضهم يقولون لا، بعضهم يقولون نوعا ما إيه. يعني مختلفة، بس الأكثر هو نعم. زين، خلينا نسوي تفاعل تام، نسوي تفاعل تام. واحد يقول لي شلون؟ تشوفه قدامكم رافع اليد قبل مقابل المقاطعة، طرح سؤال في الدردشة ما إلى ذلك، تفاعلوا وياي، سألوني يا با أنت هذا الكلام اللي تقوله مستند إلى جوانب تربوية وعلمية، مستند إلى جوانب علم النفس التربوي، مستند إلى آخر. أرجع وأقول إي نعم مستند. نعم، شكرا دكتور عدي، شكرا جزيلا وممنون من حضرتك، وعلى أنه ساعدني أنه الكونسبس اللي دا أنطيهن هواية، يعني مضطرين نعطيكم هواية لأن الموضوع كبير جدا وموضوع يحتاج جهد مضاعف. بس أنا أرجع وهنا أقول مرة أخرى، هل احنا عندنا بالصف، يعني عندنا في الاسلوب بالتعليم مالتنا بالصف التقليدي، المدرس ما يسمح للطالب انه يسالون داخل الدرس الا المدرس يكمل ويسمح للطلاب بالاجابه، كل اغلبنا يتبعوه، هل هذا الاسلوب صح لو غلط؟ واذا كان صح او كان غلط، السؤال مالتي اللي اهم، هل بالتعليم الالكتروني صح لو غلط؟ هذا السؤال دكتور عدي أضع أمام حضراتهم وأسألهم وجائزهم، هل إنه أنا بالتعليم الإلكتروني من أشرح محاضرة وقدم للطلاب، أنا دا أشرح مفهوم خصوصاً باللايف ستريمينج، من أكون أنا أمام طلابي، أنا أمام طلابي فيس تو فيس عبر الإنترنت أو نسميه اللايف ستريمينج، أو أنا في بث حي للطلاب مالتي، هل أسمح لهم يقاطعوني لغرض السؤال إذا ما يفتهمون أم لا؟ دكتور الأغلبية دا يقولون خطأ. ليش السؤال؟ ليش هو هذا السؤال المهم جدا؟ هذا هنا النقطة، أول شيء لأنه أنا محكوم بالتوقيتات الزمنية، التعليم الإلكتروني بالصف التقليدي أنا أقدر أتأخر 5 دقائق، أقدر أتأخر 6 دقائق، أتأخر 7 دقائق. بالتعليم الإلكتروني ما بعد يعني التايم الوقت المحاضرة دستور، وقت المحاضرة بالتعليم الإلكتروني دستور. شكرا دكتور عدي مرة أخرى، يجب أن ننتبه إليه. يعني على سبيل المثال أنا دي أشرح مفهوم، قدمت محاضرة وشرحت وقدمت وبالتالي قطعت، زين هذا الموضوع هنا أنا أجي أوقف، الطالب سألني
ومن ثم الدكتور مازن سألني، الدكتور عدي سألني، الدكتور خميس سألني، هيثم سألني، إيش صار؟ I waste time، صار ضيعت 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 الوقت ماتي. هذا الموضوع يجب أن انتبه له، هذا الموضوع يجب أن نتحكم له بالتعليم الأكبر، بالتعليم الإلكتروني، درس الوقت المحاضرة أو خلينا نسميه وقت إيصال المادة التعليمية is very important، يجب أن أحافظ عليه، لأنه أنا أستغل الطالب خلال وقت المحاضرة أو خلال الوقت التوقيتات أو الدقائق اللي أقدم بها المادة العلمية الطالب يكون كل حواسه وياي، يجب أن أنتبه دائما إنه أنا ورا ما أكمل أفتح له باب المجال. يجب أن تكون هاي ثقافتنا في التعليم الإلكتروني، أشرح المفهوم أكمله وأستمع، وأنا مفتوح إلي هذا التعليم الإلكتروني شات وأقدر أجاوبه، بس أنا شنو إذا أقول طرح سؤالهم في الدردشة أو بالشات بوكس حتى شنو أخلق التفاعل، ما أقدر أنا أروح وين أوقف وأقطع أو أجاوب الطلاب مالتنا. هذا الموضوع بالتعليم الإلكتروني very critical، كلش خطر، يسبب شنو؟ يسبب ضياع تركيز الطلاب. أنا ما أريد أدخل بالمفاهيم التربوي، أرجع وأقول أنا هذا مو شغلي، لساتلة الأكرام الأفاضل ستالي وإلى آخره حيحاضرون بالأيام القادمين من المدربين الكرام، هم حيشرحوا لكم إياها، بس أرجع وأقول is very critical، يجب أن أشرح المادة، كمل المادة ماتي، أفتح المجال. أنا أكون نقاط حشرحها، توصيل أي متطلبات حديثة متطلبات مسبقة، أطلب من الطلاب قراءة شيء ما، بس أنا طلبت بداية المحاضرة منكم شنو؟ تعليم لو تعلم. إذا طلبت من عندكم وكتبت شنو؟ أنا أريد من عندكم بنفس الوقت أنتوا شو تسوون؟ تسألوني، تدورون مصادر، ترجعون يعني تراجعوا لي وتشدوا لي بالمصادر. أنا عملية الظهور الكاميرا للطلاب، إعطاء الواقعية الطلاب أثناء الدرس جدا مهم. بالمحاضرة اللي مضت شفت دكتورة لوري كانت حاطت لنا كاميرا للأمام. دكتورة لوري بالنسبة لنا دكتورة جديدة، بالنسبة للعديد من عندكم مو جديدة، بالنسبة لنا دكتورة فاضلة بالنسبة لنا ونعرفها، بس بالنسبة لحضراتكم كانت لأول مرة تحاضر، كان ظهورها مهم بالنسبة لنا، كانت حاطة لي فوق صورتها بالشاشة من تتحدث لنا، وكان حضورها واضح بالنسبة لي. يعني هواي شايفيني ممكن أتجاوزها، بس لكون أول مرة، لو كنت أول مرة وأول درس وما حد بشايفني لا لاحظ صورتي. وكذلك أباوع على الطلاب في بعض الأحيان أحتاج أفتح للطالب أيضا الكاميرا ما حتى يجاوبني إذا ده يسجل لي. أنا طبعا بدأ الوقت يدركني حستعجب بالطرح مالتي. الصوت نقطة جدا مهمة، ثلاثة أرباع التعليم الإلكتروني بالصف إحنا نلاحظ إنه مدرس يصعد صوته ينزل صوته. بالتعليم الإلكتروني نفس الشيء، أصعد بس أنا بديت أصعد حسي، وبالتعليم أنا نصي بنحكي على كيفي كلش مهم. قبل شوي جتني يعني ملاحظة، أنت تشرح كلش سريع بديت أثقل، بس أنا ما أريد أصير يعني أسلوبي يعني بين قوسين، يجب أن أجد الطريقة، أحشي بقوة، أحشي بصدر، من أحشي المفهوم، من أشرح نقطة مهمة أقدم أرفع حسي أرفع صوتي. نفس اللي بالصف التقليدي النقل للتعليم الإلكتروني، ليش؟ لخلق بيئة تعليمية. أكرر، أنا بدي أخلق البيئة التعليمية، البيئة التعليمية الإلكترونية بالصف التقليدي تعتمد عليه من تعتمد على مهاراتكم أنتم كأشخاص. هاي المهارات باختصار شديد للدرس كله لخلق البيئة التعليمية تنقل لي وين؟ للحاسبة. وفق شنو؟ وفق معايير. دي شنو هاي المعايير؟ الصورة وشكل الصورة والتصميم التعليمي والصورة وإظهار الصورة، ذكرناها النقاط الأربعة، هاي جدا مهمة. أما الباقي فهو خبراتكم نفسها التدريسية. ما كرر اليوم، هسه اليوم انا على سبيل المثال انا اختلفت عن من اختلفت عن دكتوره لوري. دكتوره لوري قدمت غير طريقه، انا بالنسبه لي قدمت اليوم غير شكل غير اسلوب، فلازم شنو الدرس انا هالدرس الثاني مباشر استاذ الثاني حيقدم بشكل، دكتور عدي حيقدم محاضرته بشكل، دكتور محمود حيقدم محاضرته الستايل الكلاسيكي المتقلب، ما سوينا شيء. ودائما احط حداثه، دائما احط في شيء جديد، دائما اسوي في شيء جديد حتى الطالب شيء يصير بي يصير بي انتركتد في شيء جديد، في شيء يتفاجئ بي، تستنهض حواسه، تستنهض كل امكانيات توصل للطالب مو قدامنا ولا هو يمنا، اكو تباعد اجتماعي، عدد تباعد اجتماعي الطالب بعيد عنه. لذلك انا شيء مضطر هنا شنو استخدم هذه الامكانيات كلها لغرض شنو؟ اتاكد انه ماكو روتين او ماكو رتابه. هذا ذكرناها انه هدفنا
انه هدف تعليم نخلق تعليم اللي نسويه احنا لازم نحوله يا الكتروني مزيج وتفاعل وتواصلي حتى ننجح في شنو في تحويل التعليم الالكتروني مالنا الى تعليم عالي. هاي الباوربوينت اريد اذكر النقاط المهمه. هاي النقاط اللي اتركها لحضراتكم لين تقروها، وانا قلت اني حترك مجموعه من السلايدات واجبات. دائما احط بحساباتي، انا على سبيل المثال انا دا ابث محاضره لايف ستريمينج للطلاب ماتي، طلاب ماتي ما قدروا يوصلوني لاي سبب من الاسباب، انا موقع الجامعه مقبط، الكلاس روم ماتي مقبط، الكلاس روم انا السايز ماتي، اقدر استخدم الواتساب، استخدم التليجرام، استخدم اليوتيوب، ارفع لهم المحاضره، اكرر ارفع المحاضره او ارفع الكونتينت العلمي، ارفع الكونتينت العلمي. حقيقه اللي دا يصير حاليا عند كثير من التدريسين يرفع الكونتينت ما يسمع الاسئله، لا ارفع الكونتينت وابلغ الطلاب مالتي واسمع لهم. انا هدفي شنو؟ مو ايصال ماده، لا ايصال وتواصل. انتبهوا للكتاب، انتبهوا للقرار، ايصال وتواصل. الايصال انا اقدر استخدم اليوتيوب، اقدر استخدم التليجرام، استخدم الواتساب، استخدم جوجل كلاس روم ماتي، وصلت المحاضره الي، بس الهدف شنو؟ تواصل. انا كون انا مفترض انه هاي السلايدات قدام حضراتكم واعبرها وكلها نقاط رئيسيه. الواجب هي سلايدات قبال حضراتكم من 39 54 تتعلق لكم للتعلم الذكي، انا ذكرتها. هو اعداد عرض تعليمي فيديو لشرح مفهوم علمي من كل واحد منكم سجل لنا 5 دقائق بهاي المبادئ اللي حكيناها، 5 دقائق مو اكثر. وانتم اغلبكم درستوا طلابكم وحضرتوا وياهم وتقدرون تجيبوا لنا نموذج، بس احنا نريدها شنو؟ ستاندرات. هل يقول شنو واجبكم وفق اللي تعلمتوه؟ لا تزيد عن 15 دقيقه، مفهوم صغير، انا اقول 5 دقائق ما اقول 15 دقيقه، بس كل واحد من حضراتكم ومرد الجروبات، لا كل واحد يسجل لنا 5 دقائق حتى نتابعه، نشوفه من يشرح المفهوم حسه قوي حسه ضعيف، ظهوره شو وقت الى اخره. كل واحد من المتدربين الكرام يسجل لنا 5 دقائق شلون يسجلها، شنو التعليم مالته، شنو المفاهيم هاي، وفق اللي عنده يقدر يراجع المحاضره، لان المحاضره حترفع لحضراتكم تقدرون تتابعوها. ونوصل الى موضوع مهم جدا، هاي السلايدات واجب لحضراتكم كلها بها التفاصيل، ظهور المدرس، تجنب استخدام الفيديوهات. ما يصير استخدم فيلم ببطن فيلم، انا هسه حاضر ظاهر قدام طالب فيديو اجي اعرض له فيديو، لا اعطيه اللينك الرابط وروح اشوفه، الا اذا كنت مضطر. هاي المضطر وين؟ دائما تكون بالطبيات، ان المدرس يشرح ممكن انه انا اسجل الفيديو واضيف صوتي عليه واستخدمه درس تعليمي، بس ما انا اشرح بدرس تعليمي وظاهر الطلاب مالتي لايف ستريمينج واعرض فيلم فيديو، هذه غلط. وأصلا يعني هي كمعادلة الصورة شنو؟ ما تطلع الصورة واضحة. هاي ال 12 دقيقة اللي شرحناها قلنا لا تبقى تشرح عن الجواز طبعا، بس واحد يوجه لي انتقاد ذاتي يقول لي أنت تقول لا تعبر 12 دقيقة مثلا. لازم أحسب بحسابات الطلاب مالتي شنو؟ واحد عنده تاب، واحد عنده تابلت، واحد عنده أول إن وان، واحد عنده لابتوب، واحد عنده حاسبة قديمة. لازم أصمم الدرس مالتي إنه ممكن كلها تظهر عندهم، ولازم شنو أخزنها سحابيا اللي هو اليوتيوب أو الجوجل أو الكلاس روم. هاي المواضيع أنا أتركها، بس أنا هاي نقطة مهمة، بس أرجع لها نقطة مهمة. لا تحطون الطلاب تحت الضغط الزمني، كلش مهمة. لا تخلون الطالب تحت الضغط الزمني. هاي حتى أوضح الحالة لحضراتكم، إحنا عندنا في الميكانيزم دائما أقوله وأنا أستخدمه، أول ما طبنا بالامتحان بعد لك نص ساعة تكمل، بعد لك ساعة تكمل، بعد لك 3/4 ساعة تكمل الامتحان. هاي نبتعد عنها، لأن أكو حاسبة يمه، وعلى حاسبة هو أكو كاونتر بها أصلا، وأكو كاونتر للمدرس قدامه واضحة، ما محتاج إنه أنا شنو أقول للطالب بعد لك هلقيت أو بعد لك كذا أو بعد لك كذا. المهم دائما تجنب وضع المتعلم تحت الضغط الزمني، لأنه أنا من ذكرت الدقيقة أو ذكرت الوقت للطالب أنا ربكت العملية التعليمية. أنا يعني هاي كلها قدامكم استخدام غرف التواصل. نقاط الأخيرة، لا تكون الحكي هواية بالدرس، لا تعطي هواية تفاصيل، لا تعطي هواية صور. بس أنا اليوم أذني كل انكاسرهن، لأن كل الناس اللي أنا أتعامل بشريحتي، شريحتي مو طلاب، شريحتي أساتذة، العينة ما تقدر تتعامل إياهم، أساتذتي هم أساتذتي، مو أنا مدربهم، نعم أنا أدربهم هسه بحكم التخصص، بس هم أساتذتي الأفاضل، كلهم يمتلكون من الخبرات، بس مجرد أوضح لهم الحالة
فلازم شنو انا لازم ما انطي هواي اوديو، ما انطي هواي ديتيلز، ما انطي هواي فيجوال، بس انا مضطر شنو ذني انا ارجع واقول انا هذا ويا الطلاب مو يامن مو يا حضراتكم. هاي هنا أنا لو وصلنا الى موضوع جدا مهم الاو اي ار. الاو اي ار مصطلح علمي ظهر عام 2001 معهد ماساتشوستس بامريكا. كل مناهج، كل مناهج الالكترونيه شالها وحطوها على الانترنت وسووها المكتبه الالكترونيه. وتدرون هم يعني بين قوسين الانترنت يمهم والبوستنج يمهم والخوازن يمهم. كان هذا الموضوع في وقته عمل رائد في تاريخ المعرفه الانسانيه، معهد الام اي تي ماساتشوستس انستيتيوت فور تكنولوجي سنه 2001. كان في شيء جديد على العالم وفي شيء ما حد مسامعه قبل، وكانت في السابقه خطيره يعني خلينا نقول في شيء جديد. عن نفسي انا سنه 2002 سمعته اول مره ودخلت عليه، كان اكو انترنت بالعراق بوقتها نص مليون تشترك فيه شيء من القبيل، ودخلت عليه المعهد ماساتشوستس وشفت المراجع بيه الاوبن اوس يعني الموارد التعليميه. هاي بال2000، بال2004 اليونسكو درسته للموضوع واعتمدته. شنو الموارد التعليميه؟ الموارد التعليميه هي المحتوى التعليمي مثل مواد المنهج الدراسي اللي تسويتوا مواد المنهج الدراسي سويتوا المحاضرات اللي حضراتكم قدمتوها وخطط الدروس والكتب الدراسيه والمقالات التي تدعم عمليه التعليم والتعلم. البرامج هي شنو الادوات اللي تساعد في انتاج واستخدام المحتوى التعليمي جانب التقنيات المفتوحه. الموارد هي شنو المواد اللي تنتجوها حتى تحدث جوده التعليم، وهاي المواد لازم شو تكون مرخصه. هذه من 2004 قاعد اكررها. هل هذه اللي اقوله عندنا بالعراق؟ لو ما عندنا، هل احنا طبقناها؟ شنو الموارد التعليميه؟ موارد التدريس والتعليم متوفره للجميع. نعم احنا في وزاره التعليم العالي انجزنا اول او اي ار عراقي اوبن ايدجوكيشنال ريسورسز، انجزناه وكملناه وبدينا نصعد به قمنا نجمع الموارد. لذلك في استماره التقييم او احتساب المعيار الوطني للجامعات العراقيه حطينا عدد الموارد التعليميه وده نحتسبها وبدقه، انه هذا ارث، هذا تاريخ، هذا تاريخ حضراتكم، هاي امكانيات حضراتكم، هذا الموضوع مالتكم. فلذلك هذا الموضوع احنا جدا مهم بالنسبه لحضراتنا حضراتكم. المواد اللي تنججوها، المواد اللي تعدوها ما تضيع، هذا موضوع جدا مهم. هذا نسميه موارد تعليميه. قد على سبيل المثال انا شرحت محاضره مثلا قانون اوم، شرحت الفيديو، حطيت البي دي اف مالته، سويت ملف صوتي، جمعت الثلاثه، هذا مورد تعليمي شنو في قانون اوم. احنا وزعنا استمارات للجامعات لغرض حسابها. هسه منا وانا صاعدا يجب ان تحسبوها وتحدوها بحساباتكم. احنا صممنا مورد موارد التعليميه مالتنا الاو اي ار العراقي، هسه حلينا حتى باختبار. انت ممكن تاخذ الماده التعليميه بس تختبر ايضا تقراها تتعلم. فحولنا الاو اي ار مالتنا اللي هو حاليا قيد الجمع، وصلنا الى اكثر من 645 الف مورد تعليمي لنجمع بها ان شاء الله نعبر الرقم المليون، وحاطين هدف انه نوصل لهذا الموضوع. هذا قدامكم الموقع مالتنا، انجاز موقع اكثر من 650 الف مورد تعليمي تم الاحصاء لهم للجامعات. هذا عدا انه اصلا وزاره التعليم وزاره المنجزه الى المستودع الرقمي. تلاحظون اكو مستودع رقمي واكو موارد تعليميه، حتى نوضح لكم الحاله انه احنا ايش قد مهتمين بعمليه اعتماد التعليم الالكتروني. هذا تشوفوه او اي هي جايه من اوبن ايدوكيشن ريسورسز، والار دي دي هو شنو دايركتوريت اوف يعني ريسيرش اند ديفلوبمنت، دارة البحث والتطوير. هذا الموقع مالتنا. دنخوف تجربه ايضا في الجامعه التكنولوجيه لنقل الاو اي ار دي لهم، تكنور نسويها حاليا لانه الجامعه التكنولوجيه مختصه بالطبيات. وايضا ننتقل بموضوع اخر انه نفتح واحد ايضا مورد موارد تعليميه بالاختصاصات الطبيه، وان شاء الله نكملهم كلهم وننطلق بها انطلاق شكل كمين صالح. انا اخذت من اوقات حضراتكم هوايه، شكرا لكم، وثبرت انا بالتوقيت. يا بكمل انا اعتذر، عندي هواي ملاحظات، اتمنى انه يكون ما ازعجتكم وافتح باب الحوار دكتور مازن دكتور عدي اذا امكن لطفا. شكرا جزيلا للحضور. دكتور مازن ابدا ان شاء الله وبعدها ان شاء الله اعطيك دكتور مازن. تمام دكتور عدي تفضل. اوكي راح كم سؤال وبعدين ان شاء الله دكتور كملها اطرحها حضرتك كلها. لا هواي علي ما اقدر، راح اخذ كم وحده والباقي عليك دكتور. اوكي
تمام، توكل بقى تسلم يا دكتور. دكتور عامر اشكرك، نشكرك طبعا على المحاضره القيمه اللي القيتها خلال هاي الفتره والالتزام بالوقت، طبعا هذا كلش مهم. عندنا مجموعه من الاسئله من التدريسيين الاساتذه الحضور، ان شاء الله يكون عندك الوقت الكافي او تريد ترتاح الوقت الكافي للاجابه عنها. تسمعني دكتور عامر؟ دا اسمعك دكتور علي، يعني عفوا ما تريدون اسجلها واجاوبها فردا فردا؟ لو لا دكتور، اذا يعني اذا عندك مجال هسه تجاوبهم حتى اللي اقدر يعني اجاوبه. خلينا نقول كل عندي مجال للوقت، والله احنا عندنا للخمسة ونص اعتقد هي هاي فتره طرح الاسئله. وش الساعه بالضبط؟ انا ما ادري باوعد بالخمسه دكتور. نعم بعض الاسئله الحوار جدا مهم دكتور عدي، الحوار جدا مهم. بعض نعم. الاسئله اكو بالعربي وبعضها بالانجليش، راح اقول لك اياها ان شاء الله. نعم اوكي. السؤال الاول يقول: هل يؤثر التعليم الالكتروني على ظروف الطالب الاقتصاديه ومستوى الفقر بالمجتمع كنسبه كبيره وعدم توفر اجهزه متطوره ومنها اللابتوب لكل الطلبه؟ حقيقه البرامج التعليم الالكتروني حاليا بالعالم او الابلكيشن ومنها الجوجل اللي بدنا نشتغل عليها، وحاليا انه يعني خلينا نقول اكو جاب انه دول الشركات تعرف كل زين انه اللي عنده حاسبه ام بروسيسور او دبل بروسيسور او حاسبه سيرفر متطوره غيره. فبذلك تصميم المواد التعليميه بالتاكيد طبعا العامل الاقتصادي مهم جدا بالتاكيد، ما نختلف عليها. بس احنا نحكي هل العامل الاقتصادي بالعراق مؤثر؟ نعم مؤثر بس كلش محدود، وبدينا نتجاوزه، بدينا نعبر هاي المرحله حاليا. نعم كانت بالبدايه انه كانت حجه من الطلاب، بس انا ارجع واقول احنا طلابنا بالابتدائيه هسه عندهم موبايلات، حتى العوائل الفقيره، يعني مع اعتزازي حتى العوائل، انا ما احب اقول كلمه الفقير، الفقير هو الفقير لرب العالمين فقط، انا ارجع واقول انه حتى العوائل الفقيره، خلينا نقول او العوائل اللي ضعيفه ماديا، احنا نحاول نعالج المشكله مالتهم ويا الانترنت انه يكون عن اوفلاين، وطالما امتلك موبايل بامكانه انه يستقبل إشارة تكون تدرس على الأونلاين، ما يحتاج إلى تعليم الإلكتروني. حسب معلوماتنا إنه 500 ميجا بايت تطي يوميا شركة آسيا سيارة وشركة زين لتحميل المواد التعليمية، ما أعتقد 500 ميجا بايت يعني مو قليل، 500 كيلو ما أعرف يعني رقم ما أعرف والله، 500 كي أي 500 يعني مو رقم مو هي لإيصال المادة التعليمية. بالتأكيد الظرف الاقتصادي مهم عندنا وعد غيرنا، بس أرجع أقول بالنسبة لتطور الأجهزة ومعداتها لا، العالم هسه يصمم البرنامج اللي يشتغل على جوجل، يشتغل خلينا نقول حتى على الموبايل، لانه نرجع يمكن للطابوقه مثل ما يسموها هاي الموبايلات، نرجع خلينا نقول لا ما نقول طابوقه، الطابوقه ما بي سكرين، نرجع الى هذا الهاتف اللي اول ما ظهر يسموه الدب او 3000 او الدمعه، بالامكان انه يظهر ان جوجل كلاس روم يشتغل بشكل كامل. نعم دكتور. اوكي دكتور اشكرك دكتور. السؤال الثاني اللي عندنا بالانجليش يقول: Can you please give us explanation about ethical الجوانب العقائدية الإثيكال جدا مهمة، حقيقة جدا مهمة. الإثيكال يعني خلينا نقول تلعب بها دور، يعني على سبيل المثال أنا هذا الموضوع متعامل وياه لأنه اشتغلت خارج العراق. الأورب يعني الطلاب المدينة يختلفون عن طلاب الحضر، خلينا نقول ما يسموه الريفي والحضر شيء من القبيل. الطالب الحضري إذا قال هسه هاي حقيقة هذا العالد نعاني منعته حقيقة، يعني لا واحد يغير الموضوع بشكل آخر. وأعتقد الموضوع يعني إذا مثار النقاش إنه بعض الطالبات عندنا بالجنوب أسات أولياء الأمور مالات أمورهم مدى يسمحوا لهم، وكان هذا الموضوع موضوع بحث ونقاش في هيئة الرأي، والأحد السادة رؤساء الجامعات كلف السيد الوزير بشكل شخصي إنه يتصل بعوائل الطلاب، عوائل الطالبات العفو، انه يابا ترى الطالبات دي تلقون مواد دراسيه، الطالب الاب او الطالب مدى يقتنع انه يعني ما اعذرني دكتور مدى اقدر اجاوبها، الحكي مدى يطلع من لساني، بس حتى اوضح انه اكو نوع من المعارضه العشائريه خلينا نسميها او الـ او الـ او التربيه داخل البيت، يعني ما يعني خلينا نقول نسميها يعني ابو الطالبه مدى يسمح الطالب البنت الطالبه تستخدم التعليم الالكتروني فاتحه الموبايل ومقابلته النهار كله. خلينا نقول صارت هذه الحاله تم مناقشتها على واقع هيئة الرأي. هذا الإثيكال هذا إكزامبل أعتقد كان واضح الكلام، الوزارة ناقشتها بنقاش مستفيض تماما، وكان القرار أنه يكلف رؤساء الجامعات في هذه المناطق تحديدا اللي كثرت بها عندنا هاي الملاحظات بالاتصال بأولياء أمور الطلبة لغرض معالجة هذا الموضوع. حقيقة هذا الموضوع هنا يعني خلينا نقول احنا قلناها، أنا قلت أنه نصمم بيئة التعليم
يعني الدور احنا نقول بيئة التعليم، احنا قلناها اكو مانجيريال، اكو انستتيوشنال، اكو مؤسسي، واكو اداري. هاي نقطة، شكرا لطرح السؤال. اذا عملية بيئة التعليم الالكتروني بدون تدخل الهيومن بينج او تدخل العنصر البشري ما حتنجح، لذلك استوجب من عندنا شنو هنا حتى نكمل تصميم بيئتنا التعليم الالكتروني تدخل رئيس الجامعة ورئاسة الجامعة وإدارة الجامعة. اكرر شكري لهذا السؤال الجميل جدا، حقيقة أبدعت به، وحقيقة أنا سمحت لي إنه أنا أحكي موضوع لربما المجالس أمانات، بس هذا واقع حالة إحنا بدنا نحكي. وإحنا لمسناه دكتور عدي حضرتك موجود ودكتور مازن، لمسناه لمس اليد. إحنا من راح كنا نفتر بالمحافظات وشفناه بعيوننا إنه أكو بعض المحافظات بعض أولياء الأمور إنه ما هذا. أكو حالة أخرى أمام حضراتكم إنه أنا أقول الأمثال تضرب ولا تقاس، إنه أحق بعض أحد التدريسيين ساعة 2:30 بالليل يدرس أولياء الأمور الطالبات، منعوا الطالبات إنه يستمرون بالدرس. وصلنا للمحافظات ثاني يوم رجعنا توجهنا للطلاب يا بنتبه هذا الموضوع عقائدي، هذا إيثيكال، نرجع التوقف، هذا مو صحيح. شكرا دكتور عدي، وشكرا لطرح السؤال، شكرا جزيل حقيقة. شكرا دكتور. دكتور أكو سؤال هنا يعني حقيقة أشوفه مهم، يقول هل طبيعة المادة العلمية دور في تحديد نمط التعليم الإلكتروني المناسب؟ بالتأكيد بالتأكيد، مو هي العنصر الأساس أصلاً. أنت شلون تصمم، يعني على سبيل المثال حضراتكم بالجامعة التكنولوجية دكتور عدي عندكم ورش هسه حالياً تدريبية لتعليم المهارات. أنا ذاك اليوم نقطة لفتت نظري بالنقاش ويا الآيركس بالندوة مع سائر رؤساء الجامعات، إنه البعض قالوا إنه التعليم الطبي تعليم مهاري بين قوسين. نعم التعليم الطبي تعليم مهاري، بس التعليم الطبي بنفس الوقت التكنولوجيا لعبت دورها بيها، يعني خلينا نقول كان افكت لها اكثر. بس بالتعليم الهندسي بالسكيلز لا، المهارات اليدويه تحتاج سكيلز حقيقي تلعب دور عمليه تصميم الماده التعليميه. المختبرات على سبيل المثال، يعني على سبيل المثال واحد يسوي تجربه مال ليكويد او الفلويد او حركه السوائل او حركه السوائل بالسوائل الى اخره، مو ممكن. نعم تلعب دور بيها وتلعب دور كبير جدا، اكو برامجيات خاصه. هذه احنا ان شاء الله بتطور التقدم بنهوض التعليم الالكتروني عندنا بالعراق سوف نبحث هذا الموضوع عن نجيب برامجيات حديثه. طبعا افق عملنا كبير جدا. انا ارجع اقول هاي المواضيع السكيلز اللي هي حتكون بالدرس بالموديول الثالث من شرحنا بالورشه هاي حضراتكم بيها، حنشرحها وحنغطيها ان شاء الله. دكتور عدي، دكتور عامر، العفو دكتور عامر، اسف على المقاطعه. يعني احنا مستمرين بالاجابه على الاسئله، لكن بس لانه عبرنا الوقت انا احب يعني اطلب من الاخوان اللي عنده التزام وما يقدر يعني يبقى انه يعني على الرحب والسعه يقدر يبقى يقدر يغادر. دكتور عامر مستمر يعني بالاجابه وعلى الاسئله، واذا اكو اشياء تحتاج ان ترسل بالايميل امر رجاء يعني ارسلوه بالايميل. انا متاكد دكتور عامر راح يخلي ايميل بالشات بوكس. والله عمار مو متاكد، رجاء لا تضيعوا السؤال، رجاء اكيد كل الاسئله مستعد اجاوبها كتابه ويريدون اتصل باي طريقه حقيقه. ممنونين. هدف شكرا. هدف لا حقيقه عمار لو سمحتي، هدفنا نطلع باعداد نخبه رائعه. انا ارجع واقول انتوا رائعين اخواننا الاعزاء، انتوا رائعين، والجهد اللي بذل في اعداد المحاضرات من ايركس ومن المحاضرين كلش كبير. فرجاء اي سؤال لا تتحرجون، احنا حاضرين، هاي شغلتنا. يجب ان نخرج بالنهايه بمجموعه ما اسميها متدربين اسميها محترفين. وشكرا دكتور عمار. شكرا دكتور، هذا 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 من خلقك ومن كرم من كرمك. الاخوان يعني اشعروا بالراحه. رجاء دكتور عامر بيجاوب الاسئله، انا راح اخلي على الشات بوكس الايميل ماله لمن يحب يعني يتابع وياه بشكل مباشر. واهلا وسهلا يعني حتى باللي غادر، يعني نتمنى له ان شاء الله يعني افطار شهي بيوم رمضاني، يعني اتصور كان ممتع. تفضل دكتور عامر خذ راحتك واسف على المقاطعه. نعم يعني انا راح اطرح سؤالين اخرين والباقي دكتور مازن ان شاء الله يكمل لك اياهم، ما ادري مستعد له لا. السؤالين اللي بقت اللي عندي، طبعا سؤال اشوفه مهم، احد الاساتذه يسال يقول هل انه في الفريم ورك مالت استاذ خان حل مشكله بالنسبه للعملي؟ اقترح اي شيء بالنسبه للعملي او معالجه؟ نعم دكتور عدي، هو الرجال كاتب. نعم هو الانترفيس ديزاين، لو ناخذه بالموضوع مالته، نعم خان حل هذا الموضوع، لانه اصلا هو خان كان يعني المشرف مالته مهندس. انا يعني من باب العلم بالشيء،
طبعا هذا السؤال يعني بحكم كوني انا اصلا مهندس انا هم سالت هذا السؤال اليه وكنت صاحب يعني خلينا نقول كنت فرحان بنفسي على اعتبار انه انا اكتشفت في الخلل او اكتشفت في الشيء انه هذا الويكنس. فمن رحت للرجال وقابلته بالسعوديه سنه 2011 لاول مره التقي به قلت له اقول لك تعال اشرح لي انت شلون يعني بين قوسين بالهندسه وبالجوانب الهندسيه شلون تغطيها. فقال هو الرجال يعني ارجع واقول نفس السؤال اللي جاوبته قبل كنا بالنقاش من عد المنهاج السيميليتر بالعراق على سبيل المثال او اجهزه الخطوط الجويه العراقيه ممكن حتى بالعمليات الطبيه انه الطالب اكو خلينا نقول تستخدم انت السيميليتر الطالب يتفرج على المدرس مالته او الاستاذ مالته او الجراح بغرفه العمليات. بس الطيار كذا ارتف يعني بالميت 100 شخص وياه بالسماء فيتم تدريبه على اجهزه الكترونيه. الاجهزه الالكترونيه هي اكسابه مهاره قياده الطائره. هنا نجي الى المحاكاه الى السيميليشن. اكو طرق بالتعليم اكو حواريه اكو توتوريالز اكو حل مشاكل حقيقه الجامعه التكنولوجيه او الجامعات الهندسيه بصوره عامه بس بالذات اذكرها التكنولوجيه لان انا عندي علم بالتكنولوجيا وتجربتها. عمليه السيميليشن عمليه المحاكاه في التعليم وخصوصا بالتعليم الالكتروني عمليه جدا ناجحه لربما اكثر كفاءه بالخارج. هسه حاليا يعني سابقا يعني منتج يعني خلينا نقول هذا كمثل حي يعني دائما اقوله يعني لانه انا متابع هذا الموضوع وادرسه. قبل سنتين بالضبط السيارات السباق السيارات اللي سيارات الفورمولا 1 يصنعون السياره مال السباق يصنعون سيارات السباق بها بمواصفات خاصه حتى نوعيه البريك بها مو البريك اللي موجود بالسياره الاعتياديه. هاي تحتاج حتى يفحصوها تحتاج نوع خاص من السواق. 90% او 95% السائق اللي يجرب سيارات السباق هو كاتب يعني بطريقة إلى الوفاة خلينا نقول انتحاري. يعني اللي يجرب سيارة السباق وما بيها بريك وده يسوق 200 أو 300 كيلومتر عملية جدا صعبة وجدا معقدة. هاي هسه اللغت ليش تنسوا سيميليترز حقيقية وده أكو قسم من عندكم دارسية بالخارج شايفين حتى عملية الاهتزاز. مثلا أنا ده سوق سيارة وبها اهتزاز الواقعية بالحقيقة أنا دا أسوق السيارة، السيارة ترتبك، أكو قصات، حتى الكرسي اللي قاعد عليه، أنا قاعد على سيميليتر على جهاز محاكاة، بس ينطيني الإمبريشن، ينطيني الانطباع، فلذلك هذه موجودة. هسه واحد يسألني يقول لي هذا على سيميليتر وهذا جهاز، هل الحاسبة موجودة؟ نعم، بإمكان إعطاء الواقعية من الفويس، من الصوت، يعني في بعض الأحيان أكو قسم من عندكم يعني بالذات أنا ما مو من هواة الجيمز على الحاسبة، بس تعطيك أنت فويس نوعية وصول الصوت إلى المتلقي يعطيك في الانطباع انه انت حقيقة. لذلك هذه عملية هذا موجودة نعم. بس انا ارجع واقول احنا حاليا بالخطوات الاولى التعليم الالكتروني تمنح بشهادات الدكتوراه وما بعد الدكتوراه تخصص معقد جدا ويجمع التربية ويجمع التعليم. وانت بالذات دكتور عدي يعني حضرتك انا قلت له يعني ذكرتها قبل شوية انا شبعت من هذا الموضوع وارجع اقول دائما انا من يتحدث استاذ بالتربيه يعني عندي من المهارات بالتعليم بالحاسب او بالحاسبات بحكم التخصص عندي هالمهارة. بس من يحكي دائما طالب من يحكي ابو التربيه اوقف وياه اسمع لي اتعلم من عنده. ليش؟ لانه هذا الجوانب مالته الميكانيزم مال التربويات في طريقه ايصال الماده في طريقه تعليم المهارات في اعطاء الواقعيه في اعطاء جدا مهمه. ولربما انا ارجع واقول اكرر ما قلته البيئه التعليميه ممكن انك تجيب لي احدث اجهزه احدث تطور كل شيء ممكن بس شنو ممكن بجانب تربوي ضعيف جدا تفشل مثل ما هاي هسه قلتها قبل شويه الاستاذ الجليل سالني قال العقائديه ما المقصود بالعقائديه؟ لو هاي الطالبه جايبينها ايفون 7 والجامع ايفون ما اعرف يعني ايش ذكرت ايفون لو جايبينها سيرفرات او دول بروسيسور بالجامعه وعندها امكانيه ايصال وانترنت برودباند عالي كله فشلت. كان فشل التعليم ليش؟ لانه الإثيكال ما توفر. ما قدرنا شنو نواجه عمليه انه ابو الطالبه او ولي الامر منع طالبته من الدراسه عن ايش صار عندي؟ صار عندي توقف اذا ما حدثت العمليه. فلذلك انه انا ارجع واقول نعم ممكن تعطيني الواقعيه ممكن استخدم التعليمات الهندسيه. انا حقيقه السؤال مهم بس ارجع واقول انه احنا بالبدايه هاي العوامل كلها حندرسها ان شاء الله من نتحول بعد ان تمر ظروف الجائحة علينا كلتنا وإن شاء الله بخير وسلامة وصحة وعافية للجميع والله يحفظكم إن شاء الله بحق محمد وعلى بيت محمد. إن شاء الله هاي المواضيع نغطيها بالدورات والورش المتقدمة إن شاء الله. شكرا دكتور عدي بعد. شكرا دكتور. أعتقد دكتور مازة راح يبقى يعني كم بقيت الأسئلة بس دكتور ترى عندك 25 سؤال. حاضر
والله حاضر يعني تعرفوني مامل انا مامل هاني مامل الله يسلمك. لا لا افضل رب العالمين افضل رب العالمين الله يسلمك. دكتور مازن ما عرفت تسمعني تمام. تمام دكتور انجزينا. دكتور عامر عفوا اعتقد احنا محتاجين شويه نسرع بالاجابه لان هوايه من الاساتذه يقولون تعرف هي قرب وقت الصلاه يعني وقت الاذان وبداوا يتعبون شويه. إذا ممكن دكتور الإجابة تكون مركزة لأن فعلا مثل ما فضل دكتور عدي أسئلة هواياكم. نعم دكتور أكو أكثر من سؤال رح أدمجهم هم معظمهم دا يحكي على موضوع الجانب العملي شو ممكن أنه نغطي بالتعليم الإلكتروني وعلى سبيل المثال المواد التربية البدنية والعلوم الرياضية مثل مبادئ السباحة وغيرها شو ممكن أن تكون بالصف الإلكتروني. حقيقة دكتور مازن بالنسبة للتربية الرياضية بالذات يعني العلوم البدنية ما يسمونها التربية الرياضية أكو برامج خاصة حاليا هسه على التعليم الإلكتروني موجودة وفري يعني همينة بين قوسين بس كلها بخانة التجريب هسه حاليا حتى يوقف قدام الحاسبة مالته ويسوي حركته يشيل إيده الحاسبة تتحسس الحركة يمنى يسرى صعد رجل نزل رجل إلى آخره هذه كلها موجودة ترى كبرامج بس احنا حاليا بعدنا قلت لك ارجع واقول هذه كلها لها فلسفات ولا طرق. نعم موجوده ماكو جانب تعليم الكتروني ماكو نوع من حتى اوضح ماكو نوع من العلوم ماكو طريقه من العلوم ما موجوده. احنا عندنا محاضره للدكتوره منى ان شاء الله في هذا الموضوع بالذات شكرا للسؤال واتمنى الاستاذ السائل يكون حاضر. نعم بالجوانب الرياضيه بجوانب التربيه الرياضيه او بدنيه خلينا نسميها هذا الموضوع موجود جدا عملية التعليم الإلكتروني طريقة السيميليشن في تنفيذ التمارين الرياضية موجودة. نعم تمام وبرامج مجانا دكتور طبعا بالمناسبة برامج مجانا. نعم دكتور السؤال الآخر انه شلون اكو طرق الاختبار والتقييم والقياس هذا الموضوع الى مودي والخاص اكو انا نرجع اقول انه حاليا التعليم الالكتروني بالعالم كله يعني تحت اشراف اليونسكو والامم المتحده وجهات دوليه كثيره اكو مجموعه من البرامج اكو مجموعه من البرامج احنا بالنسبه لنا للجوجل متجهين بالجوجل هذا الموضوع له مودي والخاص احنا اعتقد انا هم هرجع انا اشرحها مره اخرى انا اللي اقدم لحضراتكم كيف نقيس كيف نختبر ما هي الاليه وكيف حاليا احنا بس نستخدم الاختبارات لاغراض السعي اما لاغراض الامتحانات او الامتحانات الالكترونيه فهي مو مخططنا بس هي موجوده اكو برامج خاصه الاي سبرينج جوجل ادمودو متفاوته في الامكانيات بس بامكانها ككلام عن شخص جربها واختبر وعايش تدريس التعليم الالكتروني من 2014 لحد الان اكفى من الامتحان الورقي بمراحل. يسالني واحد يقول والغش حتى الغش محسوب يعني أنا أذكر يعني هسه حاليا أكو ورشة قريت عنها واستمعت لها في إحدى الكليات اللي هي أعتقد كلية الإسراء هي كيف تكافح الغش الإلكتروني حلوة استمتعت بها حقيقة بها أفكار جميلة. نعم الاختبارات سوف نعيد إلى محاضرة كاملة بمنهاجنا التدريبي. تمام دكتور. دكتور أكو سؤال آخر اللي هو what are the difference between formative and summative assessment. الفورماتيف هو اللي كل خطوه فورمنج انا سويت تصميم حللت البيانات طلابي على سبيل المثال 20 اعمارهم هالقد ذكور هالقد اناث هالقد سويت له تحليل سويت اسسمنت هذا سميته مرحلي. اما السمتيف لمكمل لمجمل العمليه وغالبا ما يعتمد الاختبار النهائي او الاختبار او بين قوسين عدد الطلاب اللي نجحوا باستخدام التعليم الالكتروني يستخدم سمتيف العمليه يعني خلينا نقول التقويم النهائي هو العمليه النهائيه المحصله النهائيه. اما الفورماتيف فدي كل خطوه على سبيل المثال انا اليوم سويت الدرس شرحت لحضراتكم اعطيتكم ثلاث واجبات صار غلط هاي الثلاث واجبات هي فورماتيف لان هاي اللي تخص هاي المحاضره بس من حنكمل كل الموديول اللي هو سبع محاضرات في هذا الموضوع حنسوي سمتيف لكل المحور اللي هي محاضره لوري ومحاضره عامر ومحاضره ستانلي ومحاضره كذا كذا هذا نسميه سمتيف. شكرا دكتور مازن. أحسن دكتور. دكتور أكثر من سؤال راح أدمجهم أيضا بخصوص شو ممكن نغطي المنهج والمحاضرة اللي كانت طولها ثلاث ساعات صارت إلكترونيا بنص ساعة.
ما فهمت السؤال شلون دكتور شلون نغطي المنهج؟ دكتور الوقت تم اختصاره يعني حاليا، كانوا قبل بالايام الاعتياديه انه 9 ساعات المحاضره بالشكل الطبيعي، اليوم تحولت الكترونيا. هذا الموضوع ما نقدر نقول هذا يخص قسم دكتور، احنا بالنسبه لنا كتعليم الكتروني بالتاكيد التعليم الالكتروني يسوي ريديوس للتايم، ما بيها مجال يعني ما بيها نقاش، لان الصف التقليدي بي يعني خلينا نقول هذا يختصر وقت ويختصر كلفه ويختصر جهد، هاي معروفه التعليم، هاي ثوابت التعليم الالكتروني. بس مع انه تختصر من الماده العلميه او شيء من الماده العلميه، لا انت تعطيهم يا للطلاب مالهم ريفرنسز موجوده مراجع. ارجع اقول احنا شرحنا قبل شوي انا اخير محاضره اختمت بها اللي هي المراجع التعليميه، على سبيل المثال ماده السيطره خلينا نسميها الدوائر الالكترونيه في قسم هندسه الحاسبات، المراجع الماده العلميه مالتك كل السليباس كل الكلام مالتك كل المفردات كل المراجع موجوده، الطالب مدرس مالتنا درس 30% درس 50% درس 100% نتيجه الظروف، بس الماده العلميه والمورد التعليمي كامل وموجود على الانترنت. نعم دكتور. تمام. دكتور اكو سؤال شويه لطيف، برنامج ممتاز ليش ما ذكرته؟ احد الاخوان من مشجعي مودل الظاهر. حقيقة يعني يمكن الإخوان يعرفون إنه أنا حتى متدرب بمودر 3 أشهر بأستراليا. أنا مو من هواة المودر حقيقة، يعني كشخص مو من هواة المودر، لأن أعرف فلسفة المودر بالعمل. المودر فلسفتها أنا يعني بالنسبة لي إنه على سبيل المثال دكتور مازن سد يشتغل بالعراق على سبيل المثال اكتشف طريقة أو خلنا نضربها بالأمثلة بالأمثلة. دكتور مازن عنده مودر بجامعة كلية دجلة، أو دكتور عدي عنده مودر بكل جامعة التكنولوجية. عندنا على سبيل المثال اللي تستخدم المودر هي بابل وكوفة من المبدعين بياناتهم، بس اثنيناتهم الجامعتين ذني يشتغلون على سيرفر اللي هي مالتهم. المودر إذا كان كلاود مفتوح أنت ماكو سيكيور أطلاقا، ومعروفة عندنا بعلم الهندسة أو علم هندسة البرامجيات أو البرامجيات، أنت إذا كانت عندك استيتمنات اثنين عرفتهم من الدات من الكرييشن مال داتابيس للبرنامج مالتك، أنت تقدر بتسوي له شو تسوي تسوي هاكينج عليها. معروفه هذه من 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 خلينا نقول من ابجديات السكيورتي، ولو انا مختصاص سكيورتي ما احب اصلا، بس موجوده. فلذلك عمليه الهاكينج، عمليه سرقه البرامجيات، عمليه سرقه الجهد بالمودل موجوده. نعم هم اوبن سورس، واوبن سورس خلينا نقول مفتوح، واللي طوره دكتور مازن او اللي طوره دكتور عدي او اللي طوره عامر او طوره هيثم او طوره سليمان هو متاح امام الناس كله، ما اختلفنا عليه. بس ارجع واقول انه انا اكو شيء مهم، اكو دائما احنا امام شنو حق ملكيه. يعني انت على سبيل المثال دكتور مازن سوى تطوير، هذا التطوير بدون ان يدري دكتور مازن باكر عقبه يلقي بجامعه كولومبيا، يلقي بجامعه الكوفه، يلقي بجامعه بابل، يلقي هاي بالنسبه لمن؟ بالنسبه للجامعات اللي تستخدم شنو هي الخزن السحابي. اما بالنسبه للجامعات بالنسبه بالذات اذكرهم بابل والكوفه من المميزات جدا، اثنيناتهم تستخدم لوكال سيرفرز برنامج مع المودل لايق الكفاءه. بس المودل يعني ارجع واقول انه نرجع ونقول انه يعني بين قوسين قدره التطوير بالمودل مو من قدره التطوير اللي موجوده عند جوجل. جوجل شركه عملاقه ميزانيتها بالمليارات، المودل هم مجموعه من الهوات، هاي المجموعه من الهوات قعدوا في بيت، البيت تطور الى عماره، العماره تطورت الى جامعه، صار لهم سمعه صار لهم صيت، بس يبقون شنو هم؟ هل قادرين على ان ينافسون جوجل؟ او هل قادرين ينافسون مايكروسوفت تيمز؟ هل قادرون هسه حاليا على سبيل المثال بالعالم اللي احنا هسه حاليا به من يوم الجائحه لحد الان ما سمعنا المودل ظهور، ما سمعنا المودل قدمت شيء. ليش؟ لانه العالم كله متجه يركض او يحث الخطى خلف المايكروسوفت، خلف المودل، خلف الجوجل، خلف كل شيء. يعني شنو دول دورهم قوي؟ دول مؤسسات عملاقه لها القدره على مواجهه الظروف الصعبه. هذا ما يقلل من قيمه المودل، لا المودل برنامج جدا راقي، وهو ارجع واقول هو اللي الى في 70-80% من قصه نجاح التعليم الالكتروني بالعالم. بس هذا ما يعني في شيء، دائما ارجع واقول وفوق كل ذي علم علي. نعم تسلم دكتور. ايضا بيسالون الاخوان ويمكن تكرر ايضا اكثر من مره، الفرق بين التعليم والتعلم وخصائص التعليم الالكتروني. هاي التعليم الفرق ما بين التعليم والتعلم، هاي لكم تجاوبوني عليه. انا معقول اسالكم سؤال وترجعون السؤال تسالوني عليه؟ ترى ما ترهم زين، هاي اول وعده. بالاضافه كلها ترى اني ارجع واقول اني فت 5-6 مرات انا جاوبت بما فيهم حتى استاذ عمار بالشرح ما تذكرها، فلذلك الحكي ضمن تقدرون تعيدون تقدرون تقول
خصائص شنو استاذ مازن؟ ما سمعت دكتور شنو؟ خصائص التعليم الالكتروني. خصائص التعليم الالكتروني يوفر كل يعني خصائص اللي يفيدها للتعليم، لو خصائص هذا السؤال كبير جدا. اي قال الكل يعني مو يعني بين قوسين لا حدود له، وانت تقول لي اختصر، ما اقدر اختصر قوه هي. انا احب احكي، يقلل الكلفة، يقلل الجهد، يطور مؤسسه تعليميه، يزيد رصيدها، يرفع كفاءه المستوى، يتجه. انا بالنسبه لي كشخص هسه انا يعني عبر اكو بعد اسئله دكتور مازن لو بعد هذا السؤال. اي بلي بلي اكو بعد اسئله بلي. انا كوجهه نظر شخصيه، انا عندي نظريه، مو نظريه انما عنده وجهه نظر، العراق الحكومه الالكترونيه بي ضعيفه، رغم انه الحكومه الالكترونيه بالعراق ضعيفه بس معدلات الاستخدام كلش عاليه. ليش؟ لو معتمدين التعليم الالكتروني، احنا قبل اطلاق الحكومه الالكترونيه كان صار عندنا، كان صار عندنا حكومه الكترونيه قويه. يعني ما معقول الان الهيومن انتراكشن، يعني معقول عدد يعني المستخدمين، هذا الرقم الفلكي المستخدمين بالعراق اللي هو يقترب هسه حاليا من 25 مليون باليوم الواحد، معقوله ما عندنا حكومه الكترونيه او ذول اللي 25 مليون ما يعرفون يستخدمون تطبيقات تعليم الكتروني، تعليم حكومه الكترونيه؟ اذا اكو خلل بالعمليه بالمعادله. الخلل انه الدول اللي استخدمت التعليم الالكتروني قبل اطلاق الحكومه الالكترونيه نجحت بالتعليم الالكتروني، نجحت وين؟ بالحكومه الالكترونيه. في حين الدول اللي مثلنا الحكومه الالكترونيه ما قدرت تنهض رغم كل المؤشرات الحكومه الالكترونيه المرتفعه بالعراق، لكن الخلل من وجهه نظر شخصيه، طبعا دا اقول هذا وجهه نظر انا عند راسي، طبعا تخصني ايدي ما تخص الواقع حال، ونشرتها بماليزيا باكثر من مكان، انه سبب عدم اعتماد الحكومه العراقيه للتعليم الالكتروني هو سبب شنو؟ عدم نجاح الحكومه الالكترونيه بالعراق. نعم دكتور. ممكن تحديد وقت دخول الطلبه عن طريق الحضور الالكتروني بالصف؟ نعم ممكن، واصلا يعني بعد اذن حضراتكم يعني صراحه شو مازن لو ما يصير دكتور مازن اصلا بالجامعه كليه الدجله الجامعه او جامعه الدجله هي مكلفه باعداد برنامج التعليم الالكتروني، عفوا برنامج غيابات الالكتروني مرتبط بال التعليم الالكتروني، منظومات التعليم الالكتروني ومنجز البرنامج، وعلى ما اظن دجله سوت في نوع من الورشه الاولى له، بس الظروف سرعت علينا، ويعني خلينا نقول من 1/10 لحد الان احنا في دوام، ما نقدر نمشي بالخطوات الصحيحه مالتنا وفق المخططات، بس لا نعم التعليم الالكتروني مرتبط بالغيابات الالكترونيه، واصلا هي بالنتيجه كلها لازم تصب باس اي اس او ستودنت انفورميشن سيستم متكامل، وحقيقه عندنا اس اي اس متكامل وراقي وبالغيابات وبالتعليم الالكتروني موجود بجامعه الكوفه ايضا ومجموعه جامعه بابل وموجود عندنا ايضا بالجامعه المستنصريه. تمام دكتور. طبعا ارجع اقول المنتج من جامعه دجله كلش راقي. نعم دكتور. دكتور عفوا سؤال له علاقه بالسؤال السابق، هل ممكن طرح اسئله بسيطه ضمن المحاضره عن المحتوى اللي مطروح ومن خلال الاجابه ممكن الاستاذ يعرف عدد الحضور؟ اي نعم بالضبط، هو هاي طريقه ذكيه جدا. شو اسمي يعني انا ما اعرف يسموه الملك اللي عد الاستاذ يطرح سؤال ويجمع اجابه، او يطرح سؤال انا اسويه دائما للطلاب ماتي، اطرح شورت كويز صغيروني وضمن رابط صغير وهم يجاوبون، الطلاب وقت المجال ما يتجاوز 3 دقائق او 4 دقائق، انا ارد اسال انت المدرس مالنا بالصف التقليدي قد يضيع وقت بحضور فلان ابن فلان فلان ابن فلان فلان وين فلان جاب، هو مضيع له 10 دقائق من الدرس، هسه الالكتروني يسوي امتحان هم يسوي كويز هم يقياس الطلاب، ومن نفس الوقت هو شنو سوى الغياب، ومن نفس الوقت نقلت لي جريد بوك الكترونيا، بالعكس هذا كلش حلو كلش فكره لطيفه. نعم دكتور. اي تمام دكتور. دكتور اكو سؤال شويه طويل لربما ما مفهوم بالشكل الكافي، احد الاخوان يسال انا مع تقليص وقت المحاضره للحد الادنى لكن لست مع قله الطلبه في الصف، بالعكس التعليم الالكتروني اتاح فرصه وحل مشكله قله القاعات والاوقات وتضارب الجدول، يتيح التعليم الالكتروني تواجد الطلاب جميعهم في الصف مهما كان العدد، فوائده اكثر نقل المعلومات نفس القيمه لكل الطلاب، مشاركة الطلاب والاستماع على هاي المحاضرة راح يكون بنفس الوقت وغيرها، فيريد يعرف رأي دكتور عامر بهذا الموضوع. أنا يعني مؤيد له، هاي أول وحدة. أنا طبعا من أصحاب النظرية أنه شيء اسمه distance learning أو open distance learning قبل يومين ثلاثة دكتورة حضرتك اعترضت علي انتهت، إحنا أمام حالة واقع جديد وعندنا محاضرة خلال أيام جاية، عالم ما بعد كورونا غير عالم ما بي كورونا وما قبل كورونا. حاليا اللي كان يقول أكو distance learning ماكو distance learning بالعالم، وأصلا المعلوماتكم يعني
هسه العالم كله حاليا اذا نريد نقول ديستنس ليرنينج بالعالم اللي ما معترف بالديستنس ليرنينج الكل ديستنس ليرنينج والكل ده تحضر والكل ده تشارك والكل ده تجاوب والكل ده تمتحن. فلذلك انه الانفايرمنت او البيئه او الصف التعليمي الالكتروني الكل حاضرين هسه حاليا. اما المدرس يوقف يشرح قدام طلابه اذا حاضرين 30 او 50 او 60 خلي يحط بحساباته انه نعم خلي يكون عامل من عوامل احتساب المتميز. بس احنا هسه حاليا لا يتحاسب بي انه ما غايب وما غايب، لا خلي يتحاسب بي بحضور الى اضافه مثل ما سوت الجامعه التكنولوجيه مشكوره لحضور الدرجات، بس ما بقت شنو ما حاسبت على الغياب. بالتاكيد انا وياه الحضور مهم جدا، ولا هو السيلف ليرنينج مهم، يعني بالنتيجه انه الطلاب ما حيتعلمون وقد يكون حضورهم حتى بالصف الالكتروني هو حضور شكلي. بس ارجع واقول اني at the end of the day اني I have to يعني to put in my mind زين انه الطالب بامكانه انه انا بدي اشجع السيلف ليرنينج او التعلم الذاتي او تعلم الافراد او ما يسمى بالبيرسونايز ليرنينج، وذني هي النظريات اللي هي سايده بالعالم. نعم دكتور، اكو سؤال what elements must we avoid in e-learning؟ لا تتكرر، اهم شيء not repeat. يعني انا هسه اول مره اول ما دخلت لربما انا قلت التعريف مع التعليم الالكتروني اللي تصور انا ايش دصور صور لربما انا دعيد المحاضره مع الدكتوره لوري، لا انا وضحت انه الدكتوره لوري شرحت البرنسبلز انا ايش احكي تحت كونسبتشوال. هاي النقطه مهمه دائما لانه شنو الطالب يقدر يرجع للماده، فلذلك عمليه التكرار ما مطلوبه. بالتالي التكرار بالتعليم الالكتروني ويستنج تايم، حقيقه انا ويستنج تايم يعني ويستنج تايم، طبعا من اقول ويستنج تايم هي ويستنج افورت ويستنج ماني ويستنج ميكانيك يعني الكتريك الى اخره. اهم شيء اهم ما بالموضوع تجنب التكرار، تجنب تو ماتش فيجوال. انا طبعا ارجع واقول انا هاي يعني ارد اغطيها ان شاء الله بالاعلان، اكو هوايه شغلات يعني اكو شغلات منها لا تعطي اكثر من 3 مفاهيم بالمحاضره الواحده. دائما الرقم 3 كريتيكال نمبر، احنا عندنا دائما يقول لك كمبدا يعني خلينا نقول متعارف عليه الثالثة سامعيها كلتنا حضراتكم. إذا أنا أسألكم هسه سؤال أوجهه عليكم وأقول السؤال عليكم، مين جاية الثالثة؟ ولوش ثلاثة؟ سامعيها حضراتكم الثالثة زيني. وحتى بالقرآن الطلاق 3، انتبهوا للعبارة 3، انتبهوا للرقم 3. هاي ما جاية اعتباطا ترى، هاي إلها بيسك، هاي إلها خلينا نقول العلم. أتمنى إنه في اليوم تطلعون عليها وتقرون عليها ليش الثلاثة؟ ويا انتبهوا للموضوع، يعني الموضوع بي 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 خلينا نقول مفهوم علمي وتفسير علمي للموضوع. لذلك انا ارجع واقول انه الابواد يعني بين قوسين انطي 3 مفاهيم ورا 3 مفاهيم اقطع اسوي درس جديد اعبر. هذا دائما الطالب يتذكر ما يتذكر 3، ما بعد 3 لا يتذكر. يعني انا على سبيل المثال شرحت قانون اوم، قانون أوم هو من مثلث 3 أجزاء. لو أشرح بالقانون أوم ودخل موضوع آخر على سبيل المثال الأي سي والدي سي، الطالب الأي سي والدي سي ما هيتذكرهن، هيتذكر الثلاثة الأولى فقط. واضح دكتور مازن؟ إيه نعم دكتور، شكرا حبيبي. دكتور يمكن نوصل إلى نهاية الأسئلة. بالمناسبة أكو جامعات تذكر مثل جامعة أصول الدين تستخدم الحضور الإلكتروني وغيرها من الجامعات، مشكورين. دكتور الاخوان يسالون حول امكانيه تزويدهم بالمحاضره، فاذا اكو انجليزي حتى اوصلهم دكتور، حتى اوصلهم على جوجل على كلاس مالهم. تمام على كلاس راح توصل. ايضا الترينيز نيد تو نو مور اباوت ذا اساينمنت هاو ذي شود دو الفيديو والساوند. اي هاي وير ذي نيد تو سند ات. هاي يوم اعتقد دكتور مازن ما اتذكر دكتور لو شرحت المنهاج بالتفصيل بيا مودي والله. هسه احنا انا ارجع واقول اذا ارجع على الكلاس. لا انا ارجع واقول يعني ممكن انه هم بده يبحثون عن السايمن والتقويم والواجبات والى اخره. انا ارجع واقول نقطه مهمه جدا جدا، واتمنى انه يعني قد تكون طالما اذا نقترب من النهايه، الجوانب التعليميه البودجيكال الجوانب التربويه خلي يسموها بعض الناس ممكن تقودنا الى الفشل. عدم الاهتمام بها شيء خطر جدا، يجب أن نهتم بها جدا. بس احنا حاليا في هذا الموضوع حنغطيه بشكل كبير جدا. حقيقة تم بذل جهد كبير جدا في إعداد المفردات، في قراءتها بعناية بدقة
ما حيجي واحد مثل عامر ولا بلا بس يحكي على السريع، حنعطيكم اياها بهدوء وشرح شافي ووافي في شرح هاي المفاهيم، مفاهيم التعليميه والتربويه، لانه عندنا نتعامل ارجع اقول ويا هيومن. الاساينمنت والايفالويشن والتيست والاختبار هي الخطوه الاخيره في عمليه الدرس التعليمي. المهم هسه حاليا شنو؟ ان نتعلم ما هو التعليم الالكتروني، ما هي مفاهيمه، ما هي بيئته، ما هي عناصر التعليم الالكتروني، ما هي عناصر المحتوى الالكتروني، ومن ثم سنصل. انا ارجع واقول انا اللي حشرح الموضوع اذا الله بقانا طيبين من هاي الدنيا، انا حشرح موضوع الكويزز والاكزامز والاساينمنت وعمليه الاختبار، وهن سبع نقاط هاي اعطيكم في المحاضره يعني خد ملاحظه لي قدام سبع انواع عندنا او سبع كرايتيريا او سبع ميثودز في عمليه احتساب الاتشيفمنتس مال الطالب. شكرا دكتور مازن. شكرا جزيلا دكتور. دكتور نوصل الى نهايه الاسئله، احنا ممنونين من حضرتك وممنونين لهذه المحاضره القيمه. شكرا دكتور، شكرا للجميع، شكرا لحضوركم، اسف ضوجتكم في هذه الظهريه، واتمنى ان استفاديتوا مني، انا مفتوح لاي سؤال مهما كان نوعه. وشكرا، شكرا دكتور مازن للتعب وياي. شكرا دكتور عدي، شكرا عمار، استاذ عمار، استاذ عمار اذا موجود، استاذ عمار شكرا. شكرا، شكرا جزيلا دكتور عامر، دكتور مازن، دكتور عدي على المساعده، على شكرا جزيلا للحضور جميعا. انا احب اذكر الاخوان بعد هاي المحاضره الممتعه انه ان موعد اخر ان شاء الله بعد يومين الثلاثاء الساعه 3:30 مثل هذا الوقت مع محاضره او تدريب اخر يقوده زميل لنا من جامعه رايت الامريكيه توم فينتون، وراح يكون حول التعليم الالكتروني وتصميم دوره تفاعليه كامتداد لما قدم اليوم او قبل يومين. رجاء يعني لاحظوا صفوفكم، راح نخلي المواد اللي تحدث عليها اليوم دكتور عامر ان شاء الله هناك، واذا اكو اي اعلان اخر فاحنا متواصلين معكم سواء على الايميل او عن طريق الكلاس روم او عن طريق المنسقين. اي استفسار عندكم رجاء ارسلوه الى زميلنا دكتور عامر، هو وعد انه يعني يتابعهم وحده بوحده. شكرا جزيلا لنا مره ثانيه. راح نرسل ايضا اخوان وخلينا على الشات بوكس هنا السيرفي اللي يخص هاي المحاضره. نتمنى من حضراتكم ملء وتذكير زملائكم ايضا بما لا ضروره ان حتى نطور الاداء. اتمنى لكم مره ثانيه يوم رمضاني عامر ان شاء الله، وان شاء الله افطار شهي بعد بحدود الساعه او اكثر شويه، ونلتقي ان شاء الله قريبا، ومع السلامه. مع السلامة.